نجوم اف ام. طيب هو فعلا دلوقتي جه معادنا مع برنامجنا نقطة لقاء. يمكن الأغنية اللي كانت شغالة قبل البرنامج دي على طول ممكن تبقى خير بداية موفقة لهذه الحلقة، لأن الحلقة النهاردة هنتكلم فيها على الدستور، والدستور ده هو اللي بيتطلب المغزى الرئيسي بتاع الأغنية. لازم نكون مع بعض، ما ينفعش يحصل عملية فرقة سياسية تصل إلى عملية صراع على بعض المواد. ما هوش مجرد اختلاف سياسي على كتابة مجموعة من البنود داخل دستور يحكم هذا الوطن لسنين قادمة، حتى وإحنا عارفين انه من الوارد جدا انه تقع عليه بعض التعديلات. خلونا الاول نقول لكم اهلا بيكم، حلقه جديده معانا في برنامجنا نقطه لقاء. كل عام وانتم بخير، خصوصا انه دي تبقى الحلقه الاولى بعد اجازه عيد الاضحى المبارك، وبنعود مره تانية. واحنا بنعود في المره التانية دي بنقعد نكمل مع حضراتكم متابعتنا لما يحدث في الجمعية التأسيسية اللي بتكتب الدستور المصري، فبنلاقي انه في خلاف شديد جدا على المواد الخاصة بالحريات العامة، الحقوق والحريات. بيحصل كما يرى البعض تدخل للتيار السلفي في المنيا مثلا بمنع حفل غنائي لفرقة في حب مصر وتتمنع الحفلة. نلاقي انه في السويس تحصل الحادثة الاولانية بتاعة مقتل الشاب، ثم حادثة اخرى بتعدي لاحد يعني من يعتقدون انهم ينتمون الى تيار من التيارات السلفية بالضرب على احد الشبان، بل وكمان توقيع عقوبة ولكن لم يتم تنفيذها الى وقت قطع لسان اخوه الاكبر، قيام معلمة منتقبة بقص شعر طفلة وبعدين يخرج علينا التبرير بانها تقصت سنتي واحد. فيعني ايه سنتي واحد كعقاب ليها على عدم ارتداء لهذه الطفلة الحجاب؟ الممارسات دي الحقيقة بتخلي الواحد يقدر يقف كتير جدا قدام هذا الباب، باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد. التعديلات التي تجرى عليه مدى تأثيرها على الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين في الفترة الجاية، خاصة وأنه تيار الإسلام السياسي بيسعى إلى إضافة نصوص تتعلق بالشريعة في المواد الخاصة بالحريات. مهم أن احنا نبقى فاهمين وجهة النظر عند تطبيق النص، يعني إذا كان هذا النص مذيلا بجملة بتقول بما لا يخالف شرع الله، إذن نحب ان احنا نعرف شكل التطبيق ايه في هذه الحالة. يعني ممكن يكون في النهاية خلص الكلام مطمئن، وممكن يكون الكلام يثير المزيد من الجدل. النهاردة هنتوقف امام هذا الباب من غير ما الواحد يقعد يرغي كتير. الحقيقة لازم يرحب بضيفنا العزيز الاستاذ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان. اهلا بحضرتك استاذ حافظ. في الطريق هيكون معانا يعني يصلنا بالسلامة باذن الله الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. خليني أبدأ الحوار مع حضرتك على طول النهاردة أستاذ حافظ، ألا وهو مجموعة الممارسات التي ينتهجها البعض ممن يصفون نفسهم منتمين لتيارات إسلام سياسي، وده بيعكس حالة من حالات الخيفة والقلق بل والذعر أحيانا ما بين المواطنين من أقصى الصعيد إلى محافظة السويس على القناة. إيه اللي بيجرى في مصر؟ في الأول شكرا للقاء، وأعتقد أنه يعني الإشارة إلى هذه الممارسات توضح الخلاف فين. الخلاف في مصر ما بين بعض الناس متصورين أنهم يملكوا الحقيقة المطلقة ويريدون تطبيق قانون خاص بفهمهم هم للشريعة. مفيش حد مختلف على مرجعية الشريعة بشكل عام للتشريع المصري والقانون المصري، لكن ما هو الفهم للشريعة؟ هل هو منع حفلات أو قص شعر فتاة عشان مش لابسة حجاب أقل من سن الابتدائي، يعني ما عندهاش 12 سنة لسه، ولا اعتداء بالقتل على شاب ماشي في الشارع وطالب متفوق في هندسة وقتله لرؤية يعني أحد الأشخاص الخاصة جدا هو ماشي صح ولا ماشي غلط؟ يعني في الحقيقة يعني ده والتهديد بقطع لسان واحد ودي كلها ممارسات بتكشف أن هناك رؤية متطرفة تريد أن تأخذ هذا البلد في اتجاه معين. هذا الاتجاه ضد مصلحة الناس وأغلبية كل الناس، ومع شريعة أقرب إلى شريعة الغاب وليس شريعة حقيقية. الشريعة الحقيقية بتقوم على العدل والإحسان والخير والحرية لكل الناس وتكافؤ الفرص، مش بتقوم على فكرة أن شخص يتصور فيطبق القانون من وجهة نظره دون محاكمة أو دون تحقيق لسلطة الدولة القائمة. ده في الحقيقة خطورته أنه يجعل أن مفيش دولة، يعني يجعل الدولة وسلطاتها يعني على جنب، وهو اللي بيطبق القانون هو المحكمة هو القاضي هو السلطة التنفيذية هو السجان هو كل شيء. فده طبعا تطور خطير. الأخطر أن ده أنه بعض الممارسات يعني مثلا العالم كله تقدم أنه التعليم لا يجوز فيه الضرب، خلاص
خلاص ما عادش ده يعني في فيجي وزير التعليم يقول لك والله الضرب مهم جدا في المدارس، فألاقي طبعا لازم يبقى بعدها في اعتداءات على أطفال، في اغتصاب لطفلتين أو لطفلين، في قص شعر فتاة، لازم ده نتائج طبيعية لمفهوم معين للمجتمع. هذا المفهوم يريد أن يعود بنا إلى عصور ما قبل الدولة الحديثة. طيب هنا تجدر ملاحظة أنه تيارات كتير جدا من تيارات الإسلام السياسي والكثير من هذه الأفكار موجودة بقالها عشرات السنين داخل هذا الوطن. نعي جيدا أنه جهاز الأمن كان يتعامل معها بمنتهى القمع والقسوة، ده يعني شيء معروف لدى الجميع وبمنتهى الإنصاف، هو ده اللي كان حاصل من الأمن في هذه المرحلة. ولكن بتعود بعض هذه التيارات أو بعض من يعتنق أفكارها لممارسة هذه الأشكال البشعة من التصرفات، هل ده بيعود لصعود سياسي لتيار الإسلام السياسي في مصر؟ هل ده بيعود إلى إحساس بأنه بالبلدي كده البلد بلدنا والبيت بيتنا ومحدش هيردعنا؟ يعني هل وجود رئيس بينتمي لأحد هذه التيارات مدي إحساس بالطمأنة لدى تيارات أخرى؟ أنا يعني شعوري أنه في الحقيقة ده مرتبط بانهيار مؤسسة الأمنية، يعني بالأساس أنه لأنه في فرق في الحقيقة بين في درجات ما بين التيارات الإسلامية بمختلف أشكالها، بمعنى في تيارات فهمة يعني إيه دولة ويعني إيه قانون ويعني إيه لها رؤية خاصة للدولة، لكن زي الإخوة المسلمين زي بعض السلفيين المستنيرين أو اللي يعني رؤية، إنما في أفكار بترى أنها هي اللي بتحكم. دول لما تسأله على موقفه من الرئيس مرسي هتلاقيه شايفه أنه كافر، يعني البيان لأيمن الظواهري هيبقى خطير جدا، ولازم نفهمه في ضوء مصطلحاتهم واللغة المستخدمة. هو يتحدث عن الطاغوت، معنى ذلك نفس المصطلح الذي قتل به أو اغتيل به السادات، الرئيس السادات، الرئيس السابق السادات، ونفس التوصيف اللي وصف به حسني مبارك ومحاولات اغتياله سواء في السودان أو المحاولات المتعددة بعد ذلك، إذن في أثيوبيا أو في محاولات تانية بعد كده. إنما يعني أقصد لك أنه ممكن يبقى المتضرر منه أكتر كمان التيارات الإسلامية التي تحكم، يعني الرئيس مرسي الآن ممكن يكون أحد مشاكله هو أن هؤلاء يريدون أن يفرضوا تصورا معينا عليه، هذا التصور يتناقض مع المشروع المستنير أو المشروع الإسلامي الذي يمكن أن نتفق أو نختلف معه، لكنه ليس لا يقوم على العنف، لا يقوم على الإرهاب، لا يقوم على القمع. إنما المجموعات دي ما هي مجموعات أقلية، لكنها بترى أن غياب الدولة وغياب مؤسسات الأمنية أعطى فرصة لها أنها تحاول تفرض تصوراتها المعتقدية على المجتمع. طيب بعض هذه التصورات تصورات جهادية نوعا ما، وبعض التصورات الأخرى هي تصورات تذهب إلى ما هو أبعد من السلفية الجهادية ولكن إلى تكفير المجتمع ثم تكفير الحاكم. أنا بس متذكر عنوان المصري اليوم في صفحته الأولى يوم الخميس اللي فات، ألا وهو القبض أو كان تحديدا أربع خلايا إرهابية لقلب نظام الحكم، ده كان عنوان الجريدة. فالحقيقة ده عنوان ما يسرش حد تحديدا، وفي نفس الوقت عنوان قد يثير رعب لدى الكثيرين من أبناء هذا الوطن ممن لا يعملون بالسياسة، يعني المواطن العادي جدا اللي بيروح شغل الصبح وبيرجع الساعة 2-3 لما يسمع أنه في أربع خلايا إرهابية تسعى لقلب نظام الحكم، وفي إطار بيان الظواهري على سبيل المثال، وفي إطار ما يحدث في سيناء، هل كل ده مشكلة أمنية فقط ولا هناك مشكلة اجتماعية ومشكلة سياسية أيضا؟ لا هي بالأساس مشكلة أمنية كمان، لأن خد بالك لو بصينا على ما يحدث في تونس هي مشكلة أمنية. في تونس نفس المواجهة ما بين قوات الأمن وما بين قوى سلفية معينة تريد أن تفرض تصوراتها المجتمعية على الناس، بمعنى كلما شعرت هذه الجماعات، لأنه هي القصة ببساطة شديدة جدا أنه في قانون يحترم، اللي ما يحترمش القانون بيحاكم وبيقبض عليه ويقدم للمحاكمة، من المفترض من المفترض. إنما في الآن بيئة أو مناخ في تردد في التعامل مع هذه الجرائم، فيش حد بيقدر ياخد موقف، أي لو عايز يعمل حاجة بيعملها، انه تمنع احتفال تقتل واحد، وبالتالي يعني حتى ردود الفعل تجاه هذا العمل من القوى السياسية ما كانش بالقوة اللازمة والمطلوبة عشان توضح ان في إدانة مجتمعية كاملة لهذه الأعمال. ففي اقدر اسميها ارتخاء في العملية دولة القانون، ما بقاش في يعني في ضعف في مفهوم دولة القانون. هل ده بس ولا في مشكلة عندنا في التقييم؟ يعني أنا بعض الحاجات اللي قريتها إنه هناك بعض الشكوك تدور حول ممن تم
الإفراج عنهم بقرارات العفو العام الرئاسية. يعني من الواضح ان احنا عندنا مشكلة حتى في طريقة تقييم خروج بعض الناس في إطار عفو عام، طريقة تقييم هذا الشخص وممارساته فيما بعد، طريقة تقييم الوضع السياسي والوضع الأمني للبلاد من خلال أكبر دائرة سياسية في هذا الوطن. انا اعتقد ان عمليه الافراج ما تمتش بالشكل الصحيح، يعني مش وفقا للقانون، لانه انت ما كانش عندك مؤسسه امنيه جاهزه وموجوده وبتشتغل وفقا للقانون. بس كمان لو حد كان عنده خطوره امنيه ما وخرج لانه خلص الحكم او في افراج وعفو عنه، بيبقى في حاجه اسمها متابعه من الاجهزه الامنيه. في بعضهم ما كانش خلص الحكم، لو واحد بعضهم واخد احكام اعدام فده ما بيخلصش. في لا بس بياخد عفو، لو خد العفو وياخد العقوبه الاقل وبيطلع، المفروض ان الجهاز الامني بيتابعه بيشوف ايه هو بيعمل اعمال خطره لكن ما حصلش. ما عندكش، ما فيش جهاز امني موجود، ما كانش فيه، ولا زال حتى هذه اللحظه جهاز الامن لم يعد بالكفاءه. مش بتكلم على جهاز الامن يعني ضابط الشرطه ولا العسكري الدرجه الموجود، بتكلم على جهاز مثلا الجزء الخاص بالمعلوماتيه، ان حد عندهم جهاز بيتابع بيجمع المعلومات عن الخلايا الارهابيه. ده موضوع على فكره يعني هو ده الاساس والجوهر في مكافحه الارهاب بشكل عام. اذا ما كانش عندك معلومات عن تحرك العناصر وتحرك التنظيمات انت مش هتعرف. وعايز اقول يعني الخلايا الاخيره تم القبض عليها دي تمت بتعاون مخابراتي دولي، يعني ما بقيت يعني ما عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع اخطر مما يعني. مش في قضيه تقديق على بعض الناس، لا، في تخطيط، ولا سيما بعد الثورات في المنطقه دي اصبحنا منطقه رخوه. يعني مصر تونس ليبيا دي منطقه رخوه، والمنافذ مفتوحه تقريبا من كل الجهات، فامكانيه دخول الافراد، امكانيه دخول المعدات، امكانيه دخول الاسلحه اصبحت متاحه. وبالتالي التنبؤات الآن لدى كثير من الأجهزة الأمنية في العالم أن هذه المنطقة هتبقى زي السفنجة اللي هتمتص كل العناصر المؤمنة بأفكار القاعدة أو المؤمنة بأفكار الإرهابية عشان تيجي في هذه المنطقة. طبقا لتقرير صحفي أنه رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية زار القاهرة، سلم تقريرا لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يضم 22 اسم لمجموعة من الأفراد اللي بيروهم في CIA أنهم أفراد ناشطين قاعديين ناشطين موجودين ومتواجدين داخل مصر دلوقتي. هل ده يعني مش عارف اقول ايه، بس ده بيعكس الايه؟ لا، هل بيعكس التراخي الامني، ولا هو بيعكس زي اللي حضرتك قلته ان مصر اصبحت اشبه بالاسفنجة التي سوف تمتص حركات ارهابية او خلايا ارهابية كثيرة لتعمل بها؟ لكن في نفس الوقت اذا كانت هتعمل في مصر، طب ما هي عندها مناطق اخرى كثيرة للعبث بخلاف مصر. عندها السودان اكثر رخاوة، عندها ليبيا اكثر رخاوة، عندها العراق. لا، هي بتشتغل في المناطق دي كلها، هي موجودة في المناطق دي كلها، هي بتشتغل طبعا في العراق زي الجن. بس في مرحلة عندك حصل فيها ما كانش الوضع الامني بالكفاءة اللازمة، دخل في من المطارات ومن المنافذ العادية جدا كميات من البشر لم يتم تقليل الامن فيهم. ممكن اجهزه تانية كانت متابعاهم، ده موضوع تاني. هتبلغك بقى ان في فلان وصل وده احد الناس اللي كانوا بيقودوا في بيشاور او عنده معسكر تدريب في الحته الفلانيه او في اليمن او كذا. انما لم يحدث انك انت في لحظه ما الدنيا فتحت فانت مش عارف بالظبط مين اللي موجود عندك. بس انت لو رصدت العمليات اللي بتتم الان في ليبيا، في تونس، في مصر، هتلاقي في تحضيرات ليها في السودان كمان. يعني انت كميه الاسلحه اللي بتروح سيناء، احد الـ 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 التقارير بتقول انه من السودان الى البحر الاحمر على سيناء، على يعني المنظمات الجهاديه عندها كميات من الاسلحه بتيجي من هذا الطريق الغير مراقب والغير متابع واللي ما فيش حد عارف يسيطر عليه. طيب، سواء فيما يخص الاسلحه او فيما يخص الافراد، لانه خد بالك هذا الطريق هو الذي ياتي بالافارقه لعبور الحدود عند اسرائيل عشان الاوضاع الاقتصاديه اللي هم بيعانوا منها، وبيروحوا يشتغلوا في اسرائيل في المزارع وفي المصانع هناك. فهذا الطريق حتى الان لا مصر ولا اي جهه قدرت انها يعني تفرض سيطرة عليه. فعندك طبعا اختراقات غير عادية. يبدو كل اللي انا سألت فيه ده ان هو بعيد نوعيا عن موضوع الدستور وابواب الحريات، ولكن هو الحقيقة انا مش شايفه بعيد على الاطلاق، لان انا هاخد ده وهقول هل من الممكن انه يتم استغلال ده او استخدامه من طيارات الإسلام السياسي الأخرى التي ترى في هذا الدستور منقوصا لأنه لا يتم فيه تطبيق أو الإقرار بتطبيق شرع الله، إنه إذا كان هذا هو الحال في الشارع فلأجل المزيد من السيطرة على هذا الشارع يجب تقنين مثل هذه الأوضاع،
وبالتالي يتم إضافة بعض المواد التي يرونها صالحة لهذا الدستور، ومن ثم يتم استحداث مجموعة من الهيئات لتطبيق مثل هذه العقوبات فتصبح قانونية وتصبح جزء من النظام العام في مصر. يعني أنا أعتقد أن ده تصور مش متعمق قوي في مفهوم الشريعة الإسلامية. يعني برضو في ناس فاهمة الفهم السطحي لمسألة الشريعة، أجيب واحد وقطع إيده كذا. أنت عندك مسألة معقدة جدا، تعريف جريمة السرقة ده وفقا للشريعة وفقا للقانون الوضعي، ده قصة. يعني في أفعال وفقا للشريعة مش هتبقى مجرمة ووفقا لي وبالتالي هتبقى سرقه عاديه. وقد رفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقامه الحد في عام من الاعوام. لا مش بتكلم على كده، ده بتكلم على تعريف السرقه، تعريف التعريف سرقه، الفعل نفسه ده اللي هو نقل حيازه منقول الى من شخص الى شخص اخر، حيازه شخص الى شخص دون اخر دون ان رضا. دون ان يكون عن طريق الرضا او عن طريق يعني التجاره اللي هي دفع الثمن. يعني لا، في كل المال العام ليس جريمه سرقه، كل المال العام وفقا للشريعة ليس جريمة سرقة. ازاي؟ المال العام، لانك انت لان انت شريك فيه. المال العام كيف تسرق يعني. كيف تسرق مالك؟ فنقدر نغرف. فالقصيه القضيه معقده، مش معنى ذلك انه ما عندوش عقوبه، لا، ليه عقوبه ثانيه غير عقوبه القطع اليد. وهكذا. مثلا سرقه الفروع والاصول من بعضها البعض لا تجرم، ليست جريمة في مفهوم الجريمة. يعني موضوع الشريعة فيه أسد، يعني عشان نبقى فاهمين، كثير جدا ممن يطالبون بهذا الأمر لا لم يدرسوا الأمر بشدة، لكن في دراسات اتعملت، الدكتور عبد القادر عودة والدكتور الشاوي، وفي وأنا مجمع كمية من الأبحاث حوالين نظريات حتى العقاب، هل هي نظرية الدفاع الاجتماعي ولا نظرية الشخصية الجاني ولا نظرية يعني في فلسفات حتى. طيب، فإذا أنا كلنا اتفقنا في العالم كفقهاء قانون إنه الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر التشريع. جميل. لكن كيف، إزاي ده عن طريق برلمان يأخذ من هذه المبادئ ويصنع القوانين؟ أنت عندك في القانون المدني كمية لا بأس بها من التشريعات المأخوذة من الشريعة الإسلامية مباشرة في العقود، وهي جديدة حتى على الفقه الدولي. إنما لما تيجي تتكلم، لو أعطيت لواحد في الرأي الفقهي ده فيها كتب في مفهوم السرقة مثلا عشان تقطع اليد، فيها كتب كتبت من فقهاء كبار جدا، فلا يملك هؤلاء ان هم يطبقوا الشريعة وليست بالمفهوم السطحي اللي هو بيقوله. وبالتالي نتحدث عن برلمان ونتحدث عن مؤسسات تستطيع، محكمة دستورية تراقب. عشان كده مثلا في موضوع الشريعة ده قال لك ايه، احنا عايزين نغير النص بتاع المادة 2 لان المحكمة الدستورية ضيقت من لا مش صحيح، ما ضيقتش المحكمة الدستورية حكمها، هم خدوا النص الاولاني وقال لك اصلها قالت الاحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت قطعية الدلالة صح؟ لا، يكمل بقى بقية الحكم. أما ما عدا ذلك فهو فيه الرأي لأنه فيه مذاهب متعددة، ولا يجب أن نضيق باب الاجتهاد، ويجب أن نفتح باب الاجتهاد لنصل إلى الأحكام الصحيحة. طيب، دي حاجة يعني في منتهى الروعة. طب معقول؟ يعني حددت الثبوت والدلالة، ولكن أيضا شجعت على باب الاجتهاد. طبعا، ده قالك الاجتهاد هو أحكام أكثر صحة، أكثر صحة تتوافق مع المتطور، تتوافق مع المجتمع الحديث، تتوافق مع يعني التطور المجتمعات ونشأة أوضاع جديدة تحتاج إلى تنظيم. لما تتكلم على التجارة الدولية وأساليب الدفع، آليات الدفع، آليات الدفع، انت بتتكلم على يعني كميه من التشريعات اللي عايز متى يكون هناك ابراء للذمه في التجاره الدوليه؟ امتى؟ لما افتح الاعتماد ولا لما استلم البضاعه ولا لما ادفع كامل الثمن؟ يعني في ففيها، فهذا كله يخضع لمفهوم الدراسات التي تاخذ المبادئ الاساسيه ثم تترجمها الى تشريعات. محكمه الدستوريه قالت كذا الكلام، قالت القطعي لا اجتهاد فيه حتى من السلطة التشريعية. كويس. أما الظني هو ده اللي هيحصل فيه الاجتهاد. يحصل. أديك مثل على الظني بقى. تمام. اللي بتطبقه المحاكم عندنا من تمام. مثلا الإخوة في الرضاعة، رضعة واحدة كافية أم رضعتان أم خمس رضعات؟ أم خمس رضعات؟ طب هو يستطيع ان هو اما يضيق اما يوسع اما كذا، فهو هيشوف المدرسه الحنفيه ومحمد بن الحنفيه ومدرسه الشافعيه والمالكيه وكذا، ويشوف الجعفريه المذهب بعيد تماما عننا، ونشوف ايه الاصح فيه وايه الاقرب لي لو ناخده، او ايه اللي يحل المشكله عندنا. لانه اذا كان عندنا مجتمع كان متداخل مع بعضه والناس بت 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 يعني تستقبل اطفال الاسر الراي الاصوب بما يتفق مع النظام المجتمعي وتقاليده واعرافه المعمول بها. بالظبط.
فهي الفكره مثلا ده نموذج. فانت عندك كميه مسائل بقى فقهيه كثيره جدا، مسألة مش بالسهوله اللي الواحد فاهم انه خلاص هات كتاب الشريعه طبق الاحكام خلصت، لا معقده جدا. لذلك القضاء يعني وما بيعملش ده من نفسه، يعني لما اذا لقى انه محتاج راي فقهي ايوه هيجيب الراي الفقهي. هيجيبه من مين؟ من الازهر. هديك مثل بقى على ده، تعمل لما كان عندنا الاراضي الزراعيه مؤبد العقد الايجار فيها، وترفع الدعوة انه عقد الايجار مؤبد وبيمتد من واحد للتاني للتالت للرابع ويوصل لعشرين سنة او ثلاثين سنة او اربعين سنة، والقيمة الايجارية ثابتة وبالتالي يحدث خسائر للمالك. صحيح. فجت القضية قدام محكمة الدستورية، راحوا للازهر الشريف، فالازهر قال قولا قاطعا لا تأبيد في عقود الايجار. فالمحكمة حكمت بعدم دستورية قانون ايجار الاراضي الزراعية، اللي لو تتذكر بقى حصل بقى انه بنرجع الاراضي وحلل مشاكل مزبوط. وعملنا تعويضات وكذا، والدوله تحملت جزءها لانه ده المفروض الدوله تتحمل، مش الملاك. الدوله تعوض وتديهم اراضي في حته تانية صغار الملاك او صغار المزارعين وياخدوا اراضي، انما ما ظلمش المالك على على حق على لاجل المستاجر، ولانه ده كمان مخالف للشريعه. فاذا وبعد كده كمان الشقق الايجارات الشقق اخذت نفس الحكم علشان بيتعارض مع مبدأ التراضي ما بين الطرفين اللي هما طرفين العقد وهو شريعة المتعاقدين. ادي تعديل تم بإلغاء نصوص مخالفة للشريعة. في تعديل في بقى موافق انه موافق للشريعة زي قضية خلع المرأة، ذهبت الى المحكمة وقال له ده متناقض مع القانون الوضعي بقى اللي هو حق المحاكمة على درجتين. تكاد بروح محكمة اول مرة الخلع بيخلع وبيبقى خلاص مفيش محكمة اعلى. تمام. فالمحكمة قالت هذا ده حديث للرسول الكريم، وبالتالي هذا متوافق مع الشرع وله مرجعيته في الشريعة، وأن أحكام الزواج والطلاق والأحوال الشخصية محكومة بقانون بالشريعة الإسلامية، وبالتالي نأخذ الشريعة الإسلامية. إذا عندما جاء الأمر بين قانون وضعي وقانون في الشريعة بناخذ الشريعة، لأن هو ده اللي متطابق مع مطالب الناس أو مع أفكار الناس ومع هويتها. طيب إذا عند هذه النقطة نتمنى أنه يصل الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الاستوديو بالسلامة علشان نبقى فاهمين هو فين الخلاف. إذا كان عند هذه النقاط عندما نصل إلى مرحلة الاختيار ما بين قانون وضعي أو قانون مستند إلى الشريعة الإسلامية، فإننا نأخذ ما هو مأخوذ أو مقتبس من الشريعة الإسلامية. إذا أين الخلاف؟ وإذا كان تفسير المحكمة الدستورية العليا كان شديد الوضوح بقطعية الثبوت وقطعية الدلالة مع فتح باب الاجتهاد للوصول للحكم الأصلح، إذا برضو لسه نفهم إيه هي المشكلة. خليكم معنا بعد الفاصل وبرنامجنا نقطة لقاء على نجوم اف ام، معاكم مذيع اسمه يوسف الحسيني. هي لسه معاكم في برنامجنا نقطة لقاء، ووصل إلينا بسلامة الله الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الطريق زحمة حبتين طبعا كما جرت العادة، بلدنا بقت زحمة بزيادة أوي يا دكتور. لا بسيطة، هي الزحمة في منطقة بتتصلح، في المنطقة فيها إصلاحات يعني اللي هي قبل ما تخلي. طيب يعني في حاجة من برنامج الميت يوم عدت ولا لأ؟ في حاجة عدت. طيب احنا طبعا بذكر السادة المستمعين انه احنا النهاردة بنتكلم على جزء او بأبواب مهمة جدا او باب مهمة جدا من الدستور المصري، الا وهو باب الحقوق والحريات. وبنتكلم تحديدا دكتور ناصر زي ما كنا بنتكلم من شوية مع الاستاذ حافظ ابو سعدة على الحقوق والحريات واعتراضات طيارات الاسلام السياسي على بعض النصوص او بعض المواد، وانه من المفترض او من الضروري انه تكون مذيلة بتطبيق الشريعة الإسلامية، أو أنها تكون مذيلة في آخر الجملة بما لا يخالف شرع الله وما إلى ذلك. ودكتور حافظ الحقيقة أثار نقطة، أستاذ حافظ الحقيقة أثار نقطة مهمة جدا، ألا وهي حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد لما قال قطعية الثبوت وقطعية الدلالة مع فتح باب الاجتهاد للوصول إلى الحكم الأصوب. رأي حضرتك في هذه النقاط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ممكن كل مواد وعلي صوتي ايوه لا ننسى للأستاذ حافظ مواقف مشرفة في أخلاق الإنسان من سنين طويلة وبنشكره عليها، ولم يشكر لم يشكر الناس، فلذلك احنا بنشكره. وإن كنت الله يخليك شكرا أتشرف باللقاء الأستاذ حافظ، لكن ما احنا كسبنا ثواب ان احنا ما سمعته يكفي وكنت اتمنى الله يخليك ربنا يبارك فيك الله يخليك
وبداية بالنسبة لتفسير المحكمة الدستورية العليا لنصوص الشريعة اللي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت، طبعا احنا عندنا القرآن كله قطعي الثبوت، عشان عايزين نفرق بين مسألة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة يعني عشان ما يلتبس على السادة المستمعين. بالنسبة لقطعي الثبوت فقرآننا كله قطعي الثبوت، يعني ثبت بالقطع أنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. أما جزئية الدلالة فالدلالة في القرآن بتنقسم إلى قسمين، في دلالة قطعية دي لا يختلف عليها اثنان وسموها الدلالة القطعية، أو سموه العلم القطعي أو العلم الضروري دي لا يختلف عليها اثنان، زي مثل أشياء كثيرة في القرآن زي آيات المواريث زي آيات الحدود زي بعض الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، دي كلها بتبقى قطعية الدلالة لا يفهم من دلالتها إلا معنى واحد، فلذلك سميت بقطعية الدلالة. أما الجزء الثاني من الدلالة فهو الدلالة الظنية أو الدلالة النظرية، وهذه سميت بدلالة ظنية لأنها تحتمل أكثر من معنى، وسميت بالدلالة النظرية لأنها ينظر فيها العالم والمجتهد، وهي مسارح الاجتهاد، وهي أكثر آيات القرآن دلالتها دلالة ظنية. تفسير المحكمة الدستورية العليا لأحكام الشريعة هي الأحكام القطعية، يعني هو وإن كان في ظاهره أنه أمر جيد لكن قصر مسألة القطعية على جزء قليل من الآيات، وإن كان يعني ترك المعنى إلى حد ما في شيء من السعة، اللي فهم منها ان من ضمن الايات القطعيه ايات بعد كده هاكله تفضل فهم منها الخاصه بايات الحدود وايات المواريث وفقط، تمام. لكن احنا يعني قصر هذا الفهم لتفسير المحكمه الدستوريه يعتبر نوع من انواع القصور، ولكن الصواب أن احنا نقول أن الأحكام الشرعية أو أحكام الشريعة هي الأحكام قطعية الثبوت، الأحكام وإذا قلنا قطعية الثبوت فيدخل فيها الأحاديث المتفق على صحتها الأحاديث الصحيحة التي هي قطعية الثبوت، لأن هناك من السنة ما هو قطعية الثبوت أيضا وهو قطعية الدلالة أيضا في السنة النبوية، فالمفترض أن يدخل فيها هذا التفسير أيضا حتى لا يكون الأمر قاصرا على القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، فالاثنين يعني هما مصدر التشريع للأمة الإسلامية. يبقى هذه الجزئية اللي فسرتها المحكمة الدستورية كنا نتمنى أن تزيل بتفسير أو بزيادة أو بتوسع في التفسير بإدخال السنة النبوية الصحيحة، لأن في سنة نبوية غير صحيحة ضعيفة، ولذلك دي لا يؤخذ بها في التشريع في الحلال والحرام، لما يؤخذ بها في فضائل الأعمال. نعم، فكنا نتمنى أن يدخل جزء من التفسير في هذا الأمر حتى يصبح الأمر محدد وحتى يصبح مقنن، أنه يعني يبقى كلام الدستورية ينص على أنه يبقى في مرجعية للسنة النبوية المشرفة. نعم. طيب هل حضرتك لا تعتبر أنه كافي ما تم النص عليه من أنه يعني يترك الموضوع يفتح باب الاجتهاد، وأنه هذا الاجتهاد هو ما سوف يذهب بنا إلى أحكام أكثر صحة؟ يعني حضرتك أدرى مني بأنه هذا الاجتهاد هيذهب بنا إلى السنة النبوية الصحيحة المشرفة، وبالقطع طبعا هيبقى للمزيد من الاجتهادات في تفسير آيات القرآن الكريم وما إلى ذلك. يعني هي عمليا لو أنا فهم صح النص كده بيخدم نفس الغرض اللي حضرتك أو الكثير من أبناء تيارات الإسلام السياسي عايزاه. طبعا هو اجتهاد واستناد إلى السنة والنص. نعم، هو طبعا بدون شك هو يعني بيخدم من جهة ويحدد من جهة أخرى. هو بيخدم من جهة طبعا لو يعني إحنا لا نتدخل في النيات، لكن المهم بالقطع هو أن يفهم الشرع كما فهمه علماء الأمة الثقات. لما نيجي لجزئية إن الفهم الصحيح للشريعة أو مسرح الاجتهاد، طبعا باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة،
ولا صحة لمن يقول إن باب الاجتهاد أغلق ولا لا، باب الاجتهاد مفتوح، والشريعة شريعة مرنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتحتمل اجتهادات العلماء على مختلف العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بما أن الإسلام هو الدين الخاتم، فلذلك لابد أن تكون الشريعة مرنة حتى تصلح لكل زمان ومكان. عظيم. وهي مرتبطة بأحكام نزلت من السماء، هذه الأحكام لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وبما أنها لا يأتيها الباطل من بين يديها إذن هي تتناسب وجاءت لمصالح العباد كلهم جميعا. يبقى لما نيجي نقول إن نترك فيها مسرح الاجتهاد أو نترك فيها للعلماء مسرح الاجتهاد، معلوم أن الاجتهاد لا يكون في وجود نص. إذا كان هناك نص فلا اجتهاد، يعني لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع النص، ده مسألة منتهية. لكن لما يكون هذا النص دلالته نظرية يبقى لابد فيه من الاجتهاد، زي ما اتفقنا لما قسمنا الدلالة إلى ظنية ويقينية أو إلى قطعية ونظرية. لما يكون هذا النص نص يحتمل الاجتهاد، نص نظري، يبقى لابد فيه من الاجتهاد، ولكن لابد من هذا الاجتهاد لابد أن تكون له ضوابط، لأن ليس كل من هب ودب يجتهد في دين الله. تمام. لابد من ضوابط للاجتهاد، ولابد من مقومات للمجتهد حتى يصلح أن يكون مجتهدا، لأن ليس كل أحد يقول أنا أجتهد في دين الله. طيب. ليس كل وليس الدين فقط، إحنا لا نسمح لأي أحد أن يجتهد في أي علم بدون علم. يعني ما ينفعش واحد يكون مثلا أديب ولا بتاعه ويجتهد في القانون فيجتهد في علم الفيزياء، هتبقى كارثة. بالضبط كده. هو طبعا صعب عليك انك تجتهد في الفيزياء جدا يعني صعب علينا كلنا يعني. طيب. في يعني اذا الدين لابد فيه، اذا كان هيجتهد يبقى لابد لهذا المجتهد ان يكون يمتلك ادوات الاجتهاد. طيب هنا برضو استاذ حافظ ارجو ان هو يتدخل معنا في هذا الحوار ووضح انه هذا الاجتهاد سوف يكون عن طريق المرجعية الى الازهر الشريف، وان هم هيبقوا اصحاب هذه الاراء والاجتهاد اجتهادات اللي هنخرج بيها في الاخر خالص على اي نقطه قد تكون خلافيه فيما بعد. هو طبعا مساله، هو استاذ حافظ انا اشرح فيها هيوضح لنا النقطه دي. انا بس عايز اقول حاجه، اكمل بس النص حتى للاستاذنا في موضوع الحكم. الحكم قال ايه بالنص؟ انه لا يجوز لنص تشريعي يصدر بعد تعديل الماده الثانيه من الدستور في عام 80 ان يناقض الاحكام 80، ده التعديل اللي هو اللي اضيف اليه المصدر الرئيسي. أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها، زي ما حضرتك اتفقنا. كويس. دي نقطة لقاء كويس، لأنها احنا ملتقين كتير، احنا مفيش خلاف، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغيير الزمان والمكان. هذا موقف المحكمة. تمام. اللي هو تقريبا ما قاله الدكتور نصر. فإذا في ده ما فيش خلاف، وحتى يعني دون النص على الأزهر أنت تتحدث دلوقتي المؤسسات الرسمية عندما تريد أن تعود هتعود لمين؟ عندما تريد فتوى لازم فتوى رسمية، إما من المفتي الرسمي مفتي الديار المصرية أو من مجمع البحوث الإسلامية، لأنه بنص القانون هو المعني بكل شأن إسلامي، يعني بنص القانون، قانون الأزهر مجمع البحوث الإسلامية هو المعني بمراجعة سواء كتب أو مصحف أو كتاب فقهي أو كتاب ديني، طالما أنه شأن إسلامي عشان ما بقاش في انحراف فبيراجع ده. إذن أنا عندي نص المادة التانية ده، أنا رأيي أنه هو في شمول. أي نص تاني بقى في وجهة نظري هيبقى نوع من التزيد، يعني ممكن يبقى بنسميه عيب صياغة، لانه خلاص طالما انت حطيت اولا الماده في ترتيبها الثاني ده معناه بعد شكل الدوله، انت قلت دوله ذات سياده موحده ديمقراطيه، ثم بعدها على طول ان تتحدث اللغه العربيه، دينها الاسلام والشريعه الاسلاميه مصدر، انت حطيت كده كل مقومات الدوله او تعريفها سواء في الشكل او في المضمون في المادتين دول. ده يمتد لباب واحد ولا هيمتد لكل ابواب الدستور؟ هيمتد لكل ابواب الدستور. والله أنا الحقيقة بما أني مش هقدر أجتهد في هذا الموضوع، ولكن لما سألت أنا لله الأمر من قبل ومن بعد، سألت الحقيقة بعض أساتذة قانون دستوري في مختلف الكليات أو كليات الحقوق في جامعات مختلفة، ففهمت منهم كانت حاجة لطيفة جدا، أنه عند وضع أي دستور
كي يصير هذا الدستور مكتملا لا يجب على أي مادة أو نص أن تخالف مادة أو نص مشمولة في نفس الدستور، ولا تتناقض معاه ولا تعارضه ولا تنفيه ولا تلغيه، بل أنه أي مادة موجودة في أي نص دستوري يبنى على أساسها باختلاف الترتيب. فلو هي المادة 2 أو المادة 20 أو المادة حتى 250، فكل ما سبقها أو ما تلاها يبنى عليها. فإذا كان هذا النص شاملا جامعا بالنسبة للمادة 1 والمادة 2، فده معناه أنه كل المواد الأخرى التي سوف تخرج من هذه التأسيسية يجب أن تكون مبنية عليها بدون الذكر. يعني مش لازم أقول وأنه علشان زي ما قلنا في مادة 2، أو أقول أنه بما لا يخالف الشرع، أو أنه استنادا إلى أحكام الشريعة. يعني ده أصبح نصا ملزما، ده اللي أنا فهمته منهم والله أعلم. انا بس عايز اضيف حاجه في عيب الصيغه برضه. هو لما يجي يقول انه عايز يخلف احكام الزواج والطلاق والمواريث للمسلمين انه احكام الشريعه، يجوز، يعني يجوز نحط نص، بس يبقى في موقعه فين؟ مش في ماده المساواه، موقعه في الماده اللي بتقول انه الغير المسلمين يرجعوا لشرائعهم. ما تخليها بقى المصريين مسلمين ومسيحيين ويهود يعودون الى شرائعهم فيما يخص احكام الاحوال الشخصيه. جميل جدا. نص ده محكم، ثم أنه لا يفرق، بالعكس ده يبقى أنا خليت المواطنة فيه أرفع أعلى. واجي بقى في مبدأ المساواة، لأن أنا أما بتكلم على مساواة المرأة بنتكلم عليه عشان برضو البعض بيدي بصراحة أمثلة بتضايق، يعني بتخلي المناقش مش موضوع، يقول لك زواج المثليين وكذا. يا سيدي أنا بتكلم على المساواة للمرأة في الآتي: تولي الوظائف، انها تشتغل زيها زي احنا، يعني عندي ثلث المصريين باسر بتوعها هي دلوقتي ما بتشتغل. الحاجه الثانيه انه انها تتعلم، انها المساواه هنا في الاجر. لما انا بتشتغل دكتور وواحده اشتغلت طبيبه يبقى نفس الاجر الاثنين، وهكذا. فاصل ايه ماده المساواه؟ نخليها زي ما هي، وناخد الاحوال الشخصيه نحطها في ماده، ونشيل بقى ما عدا ذلك، عشان انا أبقى المخاوف اللي موجودة عن بعض الناس فيما يخص الأحوال الشخصية أنا أعتقد أنها يعني تبقى، لأنه حتى لو إحنا حطينا مواد مناقضة الناس هتلتزم بالشريعة الإسلامية. ففي الأحوال الشخصية بالذات لازم نبقى حطينا بهذا الشكل. هو طبعا إحنا أنا مش ما بختلفش مع الأستاذ حافظ في هذه النقطة. مسألة الـ الـ الأحوال الشخصية أو مرجعية الـ 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 الأديان السماوية لأهلها اللي هو الشريعة الإسلامية للمسلمين والشريعة المسيحية للمسيحيين واليهودية لليهود في أحوالهم الشخصية، دي مسألة يعني يكاد لا يختلف عليها أحد، لأن احنا لا نلزم أحدا كمسلمين، لا نلزم المسيحيين بأن يتحكموا إلى شريعتنا، وليس هناك نص لا سماوي ولا أرضي يسمح بهذا الأمر، وفيه ظلم على هؤلاء. أما إذا هم رغبوا في هذا الأمر كما يحدث في المحاكم حاليا، يلجأوا للشريعة الإسلامية في المواريث، لأن ما فيش تشريع ميراث عند المسيحيين، فممكن يلجأوا لمسألة الطلاق، مسألة في أمور كثيرة بيلجأوا للشريعة الإسلامية إنهم طلبوا ذلك. لذلك الله عز وجل نص على ذلك في القرآن، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يبقى الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يحكم للذين جاءوه من المسيحيين أو من اليهود، أو أنه يعرض عنهم. المسألة متروكة للاختيار الحاكم. فإن هم طلبوا فإحنا لا نمنع أن يتحاكموا إلينا، لكن في نفس الوقت هم مرجعيتهم شريعتهم. عظيم. يبقى دي مسألة منتهية. حتى إحنا عندنا في حزب البناء والتنمية نص في برنامج الحزب على هذا الأمر، أن يتحاكم المصريون أصحاب الديانات المسيحية واليهودية أن يتحاكموا إلى شيعتهم في أحوالهم الشخصية وفي عباداتهم. أما في القانون فالكل تحت القانون، تحت مظلة القانون سواء، مسلم مسيحي يهودي تحت مظلة القانون سواء، لا فرق بينهما أمام القانون. يعني عند المخالفة أو عند الحقوق أو عند الواجبات ما ليس هناك فرق، ودي قمة المواطنة اللي, 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 اللي بتنص عليها الأديان وبتنص عليها حقوق الإنسان في أي مكان وفي أرقى مكان في العالم. فإحنا بنقول أن المصريون جميعا تحت مظلة القانون سواء، أما في عبادتهم وأحوالهم الشخصية فكل ديانة ملتزمة بأن تكون المرجعية لأهل هذه الديانة من مسلمين لمسيحيين ليهود. هنيجي للنقطة، نقطة المساواة بين المرأة والرجل. يعني احنا كما اننا حريصون على ان نزيل التخوفات من الجميع، سواء تخوفات من فوبيا الإسلام،
اللي حدثت من الأنظمة السابقة، أو فوبيا الشريعة، أو الفزاعة الشريعة وفزاعة الناس الملتزمين وشيء من هذا القبيل. فإحنا يبقى الأفضل أن إحنا نيجي في نص المساواة. يعني طبعا يصعب في الدستور أن يتم تفصيل نوع المساواة، فحتى لا يعني لا يضير أحد أن إحنا نيجي في جزئية المساواة دي ونقول بما لا يخالف الشريعة. ليس هذا تزيدا وليس هذا مخالفة للمادة التانية، لا، احنا عشان نزيل كل التخوفات. لان اولا لما نيجي لنص الاسلام في المساواة، هل الاسلام منع من عمل المرأة؟ لا. هل الاسلام منع من ان تكون المرأة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الاثنين زي بعض، وللرجال عليهن درجة. حتى هذه الدرجة فسرها العلماء انها مش ضرر، مش فردة، او مش فتوانة من الراجل على المرأة، او مش اضطهاد من الراجل على المرأة، لا، ده بالعكس، ده الانفاق، يعني عبء على الرجل للمرأة. والاسلام جعل للمرأة كمان ذمة مالية منفصلة، يعني لا يجوز للرجل ان يحاسب المرأة على المال اللي بتحصل عليه، ولا يجوز ان ياخذ منها هذا المال قسرا، ولا يجوز ان ياخذ منها الارث اللي بترثه من اهلها، ولا يجوز ان يسالها عن هذا الارث اين انفقته واين ذهبت به. طب احنا ليه نعم. هنحطها يا دكتور، بما ان احنا اتفقنا سابقا من دقائق على انه هي المادة الثانية مادة حاكمة فبتحكم كل ما تلاها حتى انها تحكم ما سبقها، طالما انه تم الاتفاق عليها، فليها نحتاج لهذا؟ تمام، هو أنا بقول إن طالما إن المرجعية في النهاية، وطالما إن في النهاية الأمر هيتم استفتاء الشعب عليه، يبقى لا يضير أحد إن إحنا نحط دي في الموضع ده، أو نفترض اتفقوا في التأسيسية على إن دي هنستفتع يتم استفتاء على مادة ده، إحنا هنستفتع على الأبواب، واحتمال كمان اللي نفسنا يتم استفتاءنا على الدستور كله، على بعض مش على الدستور كله، لا مش أبواب، ويتم الاستفتاء على الدستور كله. عشان كده إحنا بنقول نوصل لاتفاق، أنا كده ما بفهمش، ما عشان كده ما إحنا عشان كده بنقول دي أنت بتزيل بها تخوفات ناس كتير، وده امر مشروع. زي ما احنا بنقول اللي بيخاف من الاسلاميين نحن مطالبون ان نطمئنه اصلا. بس مخاوف للتفسير يا دكتور، يعني في الحقيقه يعني تفسيرك انت انا مؤمن بيه كده، موافق عليه، لكن لو جاءت جماعه اخرى ورأت انه وفقا لتفسير الماده دي في الدستور ده لا تتولى المراه وظيفه، لا تخرج المراه للعمل، تقعد في بيتها، وحضرتك عارف ان في بعض الناس المتطرفين اللي عندهم اراء بهذا الشكل، لكن مثلا حضرتك الاخوان المسلمين كذا عندهم وزوجاتهم بيشتغلوا وكذا وبتاع، انما لو جه حد وضيق من تفسير هذه الماده، لذلك انا قلت ايه؟ انه احنا مخاوفنا كلها سواء اسلاميين او غيره على الماده الثانيه من الدستور، على الـ على الـ على الاحوال الشخصيه نحط يعني. دول والماده الثانيه حاكمه للجميع، ولا اعطي فرصه لراي متشدد. النقطه الاضافيه ودي المهمه كمان، انا عندما اتحدث على المراه انا اتحدث عن المراه مسلمه ومسيحيه وغيره طبعا، وبالتالي في قاعده المساواه غير الاحوال الشخصيه، في قاعده المساواه انا بطلق المساواه للجميع طبعا. فاذا ارجعتها الى احكام الشريعه فانا افرض على غير المسلمين احكام شريعه، يستطيع ان هو على فكره يعني 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 تبقى مشكله بالنسبه لنا، يعني يبقى في هنرجع تاني لقضيه السودان وجنوب السودان، وان هناك تطبيق لاحكام الشريعه على غير المسلمين بما يخالف دينهم او ما يخالف. لذلك انا بقول ايه فيما يخص المسائل المدنيه والوظائف والعمل والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، خلينا نحتكم الى قاعده المساواه، وفيما يخص الاحوال الشخصيه ناخد كل الديانات في ماده واحده، ويبقى كده حلينا، لانه يعني ده التوافق. انما يعني لو خليناها في الماده دي ده معناه انه في تصور فرض على الاخرين. طيب احنا بالنسبه يمكن تعقيب بسيط حضرتك يا دكتور، تعقيب قصير جدا خلاص عشان كنت هاخد فصل لما طوله لحد كده يبقى تمام ده يعدي. هو جزئيه اللي بالنسبه للتخوف، تخوف الناس من هذا التفسير او زي ما تفضل استاذنا الاستاذ حافظ في مساله بعض المتطرفين، احنا اتفقنا ان في النهاية هيكون في مرجعية لجهة الكل يتفق ان هذه الجهة عند تفسيرها للنص احنا موافقين على التفسير بتاعها، لانها لم توصم في يوم من الايام بالتطرف، ولم توصم في يوم من الايام بالتشدد او بالتنطع في الدين او في اي شيء من ارائها اللي هو مجمع البحوث الاسلامية. وبالتالي لما تيجي جهة متطرفة او جماعة متطرفة، طبعا يستحيل مصر بعد ثورة يناير ان يفرض فصيل من الفصائل
المتطرفة أن يفرض رأيه على مصر إطلاقا، وأنا بجزم بهذا الأمر، ومصر غير مهيئة تماما لأن فصيل متطرف يفرض تصوراته على كل الفصائل الموجودة، سواء كانت إسلام معتدل أو كانت وطنيين أو كانوا أي شيء من هذا القبيل. والله كلامك مطمئن يا دكتور، والتعقيب طلع أصغر من كده كمان. شفت بس مهم. طيب أنا أستأذن حضراتكم في أن احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام الحقيقة حول هذا الموضوع، ألا وهو الحقوق والحريات في دستور مصر، ويا ترى هل ترى هل لازال هناك تخوف، وإيه هي أشكال الطمأنة اللي ممكن يعطيها التيار أو تيارات الإسلام السياسي إلى سائر المجتمع، لأنه إن هي إلا أسابيع معدودات ويبدأ الدستور يخرج علينا نهائيا ونبدأ نقرأ ونبدأ نستفتي عليه وهكذا. خليكم معنا لو سمحتوا في حلقتنا النهاردة من برنامجنا نقطة لقاء، أستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ودكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. طيب لسه معاكم في برنامجنا نقطة لقاء، معاكم يوسف الحسيني، وضيوفنا الأعزاء هم الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ودكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. خروجا من تعقيب دكتور نصر، نذهب مرة ثانية لأستاذ حافظ. أستاذ حافظ، هل ما يثير الخيفة أو القلق أو التوجس أو الريبة من بعض المواد أو بعض ما يريد هذه التيارات والأحزاب المختلفة على تيارات الإسلام السياسي، هل هي بعض المواد ولا هل هي بعض الممارسات، ولا إنه ده نتيجة ده؟ يعني ممارسات قد تكون موجودة في الشارع وفي بعض الأماكن تؤدي إلى تخوف وخشية وريبة عند كتابة هذه النصوص الدستورية. شو أنا تقديري إن فيه جزء ليه علاقة كمان بفهم معنى الدستور إيه؟ يعني برضو أنا في الدستور هو الأحكام الكلية التي تنظم علاقة السلطات بعضها ببعض، علاقة الأفراد بالسلطات، حقوق المواطنين قبل السلطات، التوازن والتعادل بين السلطات. أنت بتتكلم على دي تقريبا أهداف أي دستور تحطه. لما تتكلم على الوقائع، طبعا كتير جدا من الأفكار اللي ممكن الناس مخاوف عندها ليها علاقة بالممارسة، وفي الممارسة طبعا في ممارسات مخالفة للشريعة، طبعا مخالفة للشريعة. يعني هديك مثلا في موضوع المواريث، كل الناس مؤمنة بأنه هذه مسألة قطعية، ومع ذلك في محافظات لا تعطي المرأة ميراثها. بمعنى أنك أنت هنا تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية، فالمشكلة أنه المجتمع تعارف على عرف مغاير. لذلك أنا في وجهة نظري مثلا تطبيقا للقاعدة دي اللي أنا بخاف منها، أن أنا أعمل مادة في قانون العقوبات يعاقب على حرمان المرأة أو حرمان الوارث من ورثه مثلا، أحد تطبيقاتها. ففي ناس بتطبق طبعا في الممارسات محتاجين نعالج فيها حاجات. ما يجي حد يقول لك إيه أصل قانون الزنا، أنا من زمان مثلا أنا بطالب بمعاملة المرأة والرجل في قضية الزنا معاملة واحدة. التمييز الموجود في القانون العقوبات الآن ليس له معنى أصلا. يعني صحيح هو يأخذ بمفهوم أنه هذه تجارة في الجسد، وبالتالي الذي يتاجر هو الذي يرتكب جريمة، لكن أنا أعتقد أنه مفهوم الشريعة الإسلامية مفهوم يمنع حدوث الجريمة إذا كان الذي سيشتري يعلم أنه سيعاقب، اللي هيدفع مقابل هذه سيعاقب. فإذا مفيش تخوف، الممارسات يتم تعديلها بالتشريعات والقوانين، لكن في الدستور انا عايز نصوص واضحه في الحقوق بالذات، بالذات احنا خارجين من نظام مستبد، عايز حقوق اساسيه وجوهريه. يعني زملائنا واخواننا اللي احنا بنشتغل معهم من زمان كانوا ضحايا غياب المحاكمه العادله والمنصفه. حقيقي انت لسنوات طويله جدا، وبالتالي يحاكم شخص طبعا يتكتب في الجرايد ان ده ارهابي عظيم وارهابي كبير وقاتل وكذا وكذا، والراجل كان مسافر بره اصلا ما جاش مصر خالص، ثم يوضع على قائم الإرهاب ثم يسلم فيجي يخش السجن 25 سنة تم محاكمته على أساس أنه مسافر في حتة. لا شيء لا شيء، في أحكام صدرت عشان كنت أنا مسافر. ده أنا عايز أقول لك أنه مثلا في قضايا كنت بترافع فيها مثلا العائدون من العائدون من ألبانيا، طب حتى بالمفهوم النظري والعائد إيه الجريمة اللي ارتكبها عشان عائد يعني، فده غياب للنص. عشان كده بنتكلم على النصوص لازم تعكس حقوق الناس بالأساس. الحاجة التانية تغل يد السلطة، لأنه إحنا اكتوينا بسلطات واسعة وكبيرة لرئيس الجمهورية يفعل ما يشاء في هذا الشعب. لا، عايزين صلاحيات رئيس الجمهورية محددة ضيقة، وبالتالي يحاسب كمان. فكرة كمان إن إحنا مبدأ، وده موجود في الإسلام وموجود في الشريعة، السلطة مقابلها حساب مسؤولية. إذا رأيتم في عوجاجا
فقوموني. نعم. فدي كلمة بسيطة جدا يعني، أنا وليت عليكم ولست بخيركم، زيك زينا مواطن مصري. هذه قواعد، أنا بتكلم على دي مبادئ عامة على فكرة يعني، دي هي دي هي دي مفهوم المبادئ اللي تاخد منها تعمل بقى تشريع وقانون وتعمل منها فإذا التخوف الموجود بصراحة لو عايز رأيي، أنا رأيي أنه في كثير جدا من المقترحات لها علاقة ب يعني ستيريوتايب، يعني موقف مسبق حافظين من الاول بصراحه يعني، وبالتالي تخوفات ملهاش لو احنا لو خلصت النوايا، لا هنعمل دستور افضل من كده. انما الدستور مثلا، ايه التخوف الموجود عند الناس من كلمه حقوق انسان؟ مش موجوده في الدستور. كل النسخ اللي شفتها لا يشار الى كلمه حقوق انسان. ايه اصل احنا خايفين من الاتفاقات الدوليه؟ طب ما دي مسألة معرفة معلومات. اتفاقات دولية واحد أنها بتتم بإرادة الشعب وإرادة الحاكم، وأي اتفاقية لن يتم الموافقة عليها إلا إذا جيت البرلمان والبرلمان وافق عليها. بالضبط. واحد. اتنين، أنت ليك حق التحفظ على الاتفاقات الدولية. ومعظم على فكرة من غير بقى ما نبقى دولة مثلا فيها حكومة من حزب الحرية والعدالة أو كذا، كانت كل وزارة خارجية عندها تحفظ ثابت ودائم في كل اتفاقاتنا الدولية. تصديق بشرط الاتفاق مع الاحكام الشريعه الاسلاميه. تمام. انا عايز اقول لك اهو، يعني الاتفاقات الدوليه كلها فيش خوف، انت عندك. لكن هل ده معناه بقدم الاسلام ازاي؟ يعني مقدم دوله مصر بعد الثوره نبقى تبقى ضد حقوق الانسان وضد الحقوق المواثيق الدوليه لحقوق الانسان وضد اليات العمل الدولي لحقوق الانسان؟ ليه؟ وعلى مخاوف في الحقيقه وهميه، يعني اللي يقول لك ايه اصلي، زي مثلا في احد البرامج حد جاب لي جورنال الاخبار ويقول لي ده بيطالبوا في الامم المتحده باباحه الزنا. قلت له اولا كلمه الزنا دي كلمه جريمه، يعني مش ممكن يعمل، مستحيل يخرج نص من هذه المنظمه يقول كده. لا، الحاجة التانية كلمة زنا كلمة جريمة يعني بالزبط. مفهوم جريمة بالزبط. مش مفيش حد طيب يقول ايه اباحة السرقة، لا ممكن يبقى مثلا اباحة العلاقات، الحصول على الحصول على المال مثلا من غير ما يبقى فيه جهد او كذا، انما تقولش سرقة، مفيش حاجة اسمها اباحة السرقة. أيوه. العالم كله عنده جريمة الزنا سواء مسلم مسيحي باي مجتمع طبعا. فبالتالي لكن هو عايز ايه بقى من الموضوع؟ عايز يشوه الأمم المتحدة، عايز يشوه لأن الأمم المتحدة ده يعني كلاب اوف ستيت، يعني ده نادي الدول، وبالتالي لا يمكن ان تضع قواعد مغايره للنظم الدوليه. والحاجه الثانيه انك انت بتعمل تشريعات متفقه مع مواثيق دوليه، اذا كان عندك اتفاقيه بتتكلم على الرضا بالزواج وللرجل والمراه حق كذا كذا، اقامه الاسره وانت تحظى برعايه الدوله وتوفير المناخ المناسب لتنشئه، طب دي تقول بعد كده. اذا احنا عايزين عشان الخص بالحقيقه، انك انت المخاوف لو التقينا عند ان احنا عايزين نعمل دستور توافقي، كتير جدا من المخاوف دي هتزال. انا رايي انا كان مرضي جدا للتيار الاسلامي ان احنا ناخد الماده الثانيه زي ما هي في دستور 71 بعد تعديله سنه 80، مش محتاجين تفسيرات ثانيه، لان على مستوى الممارسه زي مثلا ما حتى مرجعيه الازهر مش محتاجين ننص عليها، لان على مستوى الممارسه انت كقاضي، القاضي يحكم باقتناعه لكن له ان يعود او يذهب الى الخبراء. ففي الطب يروح للمستشفى القصر العيني، في الهندسة يروح كلية هندسة جامعة القاهرة، في الأحوال الشخصية أو في القوانين يروح للأزهر اللي مجمع البحوث الإسلامية، وهكذا. وما يأتيه هو نوع من الرأي اللي هو يستند إليه ياخده من بحكم تكوينه ودراساته وعلمه. فأنت خايف من إيه؟ مفيش خوف. الحاجة التانية، إحنا بقى هنبقى موجودين في المجلس التشريعي ده، ما هو التشريع بعد لما نبقى عندنا انتخابات حرة ونزيهة، مين اللي هيبقى في البرلمان؟ الممثل الشعب، وبالتالي لن يمر قانون مخالف او مغاير. فمفيش خوف يعني، عارف يعني كل شيء ممكن، لكن هو المطلوب ان احنا نتفق على دستور يعني يؤدي الوظائف اللي احنا بنقولها دي. واحد، يحمي حقوق الانسان. اثنين، يحدد وظائف الدوله بما يحقق التوازن بين السلطات. ثلاثه، ينشئ سلطات رقابيه تراقب على السلطات المعنيه جميعا. اربعه، ان هو يجعل القوانين والتشريعات متسقه مع هذه المبادئ الموجوده في الدستور. طيب دكتور نصر، رأي حضرتك ايه في الكلام اللي قاله دلوقتي استاذ حافظ؟ يعني الكلام يبدو انه لطيف توافقي جدا، ما فيهوش اي ازمات، حتى انه اشار لفكره التخوف المتبادل، وانه هذا التخوف المتبادل هو اللي مكبر من حجم المشكله. واضح ان حضرتك بتمارس عليا ضغوط نفسيه معينه يعني، عشان ليه بس انا اقدر
انا اقدر قالك شو يعني شوف بيقول لي بيقول ايه رايك في كلام الاستاذ حافظ بس يبدو ان الكلام متفق وكذا يعني نوع من الحرب النفسيه انا كنت بقول ايه ده في نقطه لقاء اهو قلت لي لا احنا كده متلاقين مين قال ان في خلاف لا طبعا مفيش اي خلاف باذن الله تعالى طبعا انا متفق مع استاذنا الاستاذ حافظ في هذا الامر تماما يعني لكن إشكالية لما أقول إني حضرتك لما ضحكت أنا خفت ليه بس أنا بخوف للدرجة دي من حتى لبس كحلي لما نرجع لمسألة التوافق وطبعا أنا متفق مع الأستاذ حافظ في مسألة لابد من خروج دستور توافقي كويس وبضيف إضافة بسيطة جدا مع عدم التأخير في إخراج هذا الدستور لأن معنى التأخير في إخراج هذا الدستور معناها مزيد من الفوضى مزيد من طول الفترة الانتقالية مزيد من عدم الخروج من عنق الزجاجة مزيد من يعني تكريس مش فوضى فقط لا تكريس الفوضى كمان احنا عايزين الدستور ينزل لكن يكون المآخذ اللي في الدستور لا تؤدي إلى أن يرفض من في الاستفتاء الشعبي احنا مش عايزين هذا الأمر يحدث علشان ما نرجعش تاني للمربع رقم صفر احنا هل احنا في حاجة شديدة للخروج بدستور بهذه السرعة يعني أكم من دول كتبت دساترها في سنة وسنة ونص هو على فكرة الدستور يعني وأظن الأستاذ حافظ يعني يتفق معها في هذه النقطة مش معضلة يعني ليس معضلة أساسا أن ينتظر كل هذه الفترة حتى أو حتى لو حتى انتظر يعني هو في الأزمة أن الدستور يقعد نقعد نكتب فيه لو افترضنا بالجملة يعني على رواقة لمدة 6 شهور كمان فين الأزمة؟ احنا عندنا دول عايشة من غير دساتير وهي دول مهمة جدا في العالم وعندنا دول زي انجلترا على سبيل المثال ما عندهاش دستور أمريكا ما عندهاش دستور عندها دستور أمريكا 6-7 نقاط بالظبط 14 مادة ولا حاجة يعني هنا لما أجي أقول أنا محتاج دستور 250 مادة ولا 210 مادة فأنا عايز أقعد أكتب فيه وأطرحه على حوارات مجتمعية وأخد وقتي طب أنا أعمل مجموعة من المبادئ الحاكمة لتسيير الوضع الخاص بالبلاد وأقعد أكتب دستور بالراحة طالما أنا شايف إنه مهم أوي للدرجة لا هو الدستور يكتب والدستور مكتوب بداية يعني الدستور موجود وأنا اطلعت على كل المواد بتاعته جميل هو موجود ولكن هو بتثار من الحين أو بين الفينة والأخرى بتثار بعض النعرات أو بعض الآراء اللي فعلا بتريد أن إحنا يبقى البلد محلك سر ما تقدمش هذه النعرات هي اللي بتؤدي إلى تعويق مسيرة الدستور لما بيقولوا إن بعض الإسلاميين بيعوق رد على هذا الأمر الناس اللي في التأسيسية اللي هم مش بينتموا للتيار الإسلامي بينتموا للتيار الليبرالي أو التيار العلماني قالوا لا ما حصلش هذا الأمر والدليل على كده لو إن الأغلبية تيار إسلامي ما كانش هيحتاج الأمر كان هيمرر أي مادة في الدستور كان هتمرر وخلاص لكن الأمر فعلا التقسيمة اللي موجودة حاليا في التأسيسية تحول دون أن يمرر شيء دون موافقة التيارات الأخرى حتى لو اتفق التيار الإسلامي كله على مادة من المواد والدليل على كده أن فعلا الأمور بتتوقف كثيرا جدا يعني في داخل التأسيسية بتتوقف الأمور أيام وأيام علشان يحدث توافق على مادة واحدة آخر لقاء على ما أظن يعني كنت التقيت ببعض اللي في التأسيسية وكان معهم الدكتور أيمن نور آخر مرة التقينا إن كان في خلاف على 10 مواد وتم الاتفاق على 6 وجاري النقاش والجدال والحوار حوالين 4 قبل العيد مباشرة يعني لا يزال الأمر ليس في يد الإسلاميين زي ما الناس بتظن شوف ابتسمت زي لما قلتك مش في يد الإسلاميين يعني هو أنا ابتسمتي على أنه هو يعني الممثلي أحزاب على مرجعات إسلامية يصل إلى 57 من إجمالي المية ده عدد ثابت ما أنا مش أنا اللي اخترعته بس هي أنا مع حضرتك جدا أنه في نقاط كثيرة بيتم تعطيلها لحين الاتفاق ده يمكن نكون لأنه في
بعض الأحزاب اللي على مرجعية إسلامية بتتفق مع القوى المدنية في هذه الرؤية، يعني حتى طبعًا كما طبعًا اتفق الحرية والعدالة مع بعض القوى الأخرى بخصوص المادة 2 بما كان مخالفا لآراء كثير من الأحزاب اللي على مرجعيات إسلامية. اللي أنا بسأل فيه هي نقطة أنا بعتبرها فرعية بس بعتقدها شديدة الأهمية. الدستور مهم قوي جدا خالص، طب نستنى شوية لحد ما يخرج براحته. الدستور مش مهم قوي للدرجة دي، طيب خلاص يبقى احنا واجعين دماغنا ليه ما نستنى برضو لحد ما يخرج براحته ونطلع مجموعة من المواد. إذا كانت أمريكا تضرب 14 مادة، إذا كانت إنجلترا ما عندهاش دستور أصلا، إذا كان هناك الكثير من الدول خدت وقت طويل في كتابة دساتيرها وصياغتها حتى تخرج بالشكل الملائم، إذا فلننتظر سواء إذا كان شديد الأهمية أو هو في أهمية أقل مما نعتقد. طب ممكن تسمح لي أختلف معك؟ ده لازم نختلف. طيب. وبعدين نلتقي في الآخر. جزاك الله خير. هو طبعا يعني هذا الكلام يعني فيه نظر لسبب. الدول اللي حضرتك ذكرتها إذا كانت أمريكا أو بريطانيا أو بعض الدول اللي هذه الدول قطعت شوط كبير في حقوق الإنسان. مظبوط. وقطعت شوط كبير في الديمقراطية، فلذلك أصبح الأمر يعني زي ما ذكر الأستاذ حافظ، إحنا عندنا مشكلة كبيرة في بعض الممارسات وعندنا مشكلة كبيرة في بعض القوانين، مشكلة كبيرة جداً. يعني في بعض قوانين الجنايات بيصطدم مع، مش أقول مع الشريعة، لا ده بيصطدم مع الفطرة نفسها بيصطدم معها. هذه الممارسات ضروري أنها تحسم، وما ينفعش نفضل صابرين 6 شهور ولا 8 شهور ولا سنة علشان نعمل دستور براحتنا وتظل هذه الممارسات مستمرة ويظل انتهاك حقوق الإنسان مستمر ويظل بيع النساء لأجسادها مستمر ويظل هذا الأمر، لأن إحنا بلد، بس دي مواد قانونية مش دستورية، بلد يعني معظم قوانين تخرج من داخل المجلس التشريعي. تمام. ما هو أول ما ينزل الدستور القوانين مش هتصطدم بالدستور، ولو اصطدمت زي ما قال الأستاذ حافظ لو اصطدمت السادة أعضاء مجلس الشعب الموقر ما هيعترضوا على هذه القوانين لأنها مخالفة لمواد الدستور. لا ده أي مواطن يقدر ياخد القضية ويروح المحكمة الدستورية، ياخد يروح المحكمة وخلاص. يبقى إذن إحنا فعلا محتاجين دستور علشان تبدأ البلد تنهض، لأن البلد مكبلة بدستور كان مخالف ومكبلة بقوانين انبثقت عن الدستور ومكبلة بعدم تفعيل حتى لمواد الدستور اللي كانت كويسة في دستور 71 لا تفعل كانت في الأيام الماضية، ومكبلة بنصوص قانونية ونصوص دستورية كانت مفصلة على يعني تفصيل على النظام السابق النظام المخلوع. كل هذا الأمر يفرض علينا أن يخرج فعلا الدستور وألا نتأخر في الدستور مع التحافظ على كلمة لا نتأخر ولكن لا نتعجل. يخرج قبله ولا بعد حكم المحكمة الدستورية؟ حكم المحكمة الدستورية بخصوص بخصوص حل التأسيسية. يعني احنا واقعين في أزمة كبيرة، ان احنا في عندنا تاريخ محدد يجب فيه الانتهاء من وضع هذا الدستور، هنخرج إلى استفتاء، قد يخرج الحكم البات من الدستورية، قد والله أعلم بأنه هذه التأسيسية باطلة، وقد يخرج بأنه هذه التأسيسية سليمة. تمام. يبقى يعني احنا طالما ان الامر يحتمل الحقيقة في حاجات صعبة خالص، لا طالما احنا الامر بيحتمل الحكمان يبقى خلاص الدستور منتهي ومكتوب وتمت صياغته، وان المواد اللي عليها خلاف او التي لا تزال يحتاج الى توافق فيها مواد قليلة جدا جدا جدا، يبقى لا مانع من صدور الدستور والاستفتاء عليه قبل حكم المحكمة الدستورية. وإذا خرج حكم المحكمة الدستورية، وهنا برضو أستاذ حافظ لازم بقى نراجع في الحكاية دي، وإذا خرج حكم المحكمة الدستورية ببطلان التأسيسية، ماذا نفعل في ملايين الجنيهات التي دفعت في هذا الاستفتاء؟ نعمل إيه يا أستاذ حافظ؟ شوف أنا تقديري أنه عشان عايز أكون صريح شوية في الموضوع، في إحساس بأنه الثورة دي ثورة إسلامية وبالتالي إحنا اللي نعمل الدستور. أنا أقولها بصراحة يعني، وبالتالي هو هيتعمل كده، عجبكوا مش عجبكوا خلاص. ده منطق ما يستقيمش، لأنه أنا أفتكر لو تفتكر برضو أنت أكيد معايا لما اتعمل تعديلات دستور 2007 النظام اتعامل معانا بهذا الشكل. حتى لو تفتكر قال لك إيه، حتى الفصلة ما غيروهاش، كان في فصلة المفروض تتحط، فحد من اعضاء البرلمان اقترح الفصل فهي كده جت، هي ده النص اللي جاي من
وبالتالي في تحدي بتعمل حق النص. الدستور موجود، حتى لو أقر الدستور لن يستطيع أي فصيل أن يحكم به، ودي نقطة. أنا يعني في إحساس يعني بالتعالي من بعض الناس في مع لو شفت اليوم الجمعة اللي فاتت والهتافات اللي ترفعت وتكفير، ويعني في لغة بصراحة فيها الدستور اللي إحنا بنتكلم فيه اللي موجود دلوقتي ده كارثة. أنا بكلمك حتى عايز أقول لك بقى دستور 71 أحسن. لو عدلنا المادة 76 بتاعت رئيس الجمهورية وتسع مواد اللي الدكتور البشري عدلهم ورجعناهم للدستور 71 أعظم بكتير من هذا الدستور لهذه الدرجة. طبعا أنا بكلمك على الدستور. بالنسبة للحقوق بقى كارثي، عشان برضو كنت بتناقش مع حد فقال لي إحنا واخدين المادة الأولى من الدستور الألماني. أنا أقدر أقول لك مثلا على مقارنة بس طبعًا. المادة الأولى هنا إيه والمادة الأولى في الدستور الألماني إيه، وتعرف الفرق بيه في المسألة دي. المادة الأولى في اللي هي بتاعت الحقوق والحريات في مصر بتقول كده: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان. أصلا الكرامة عمرها ما كانت حق. حق ده تقدر تشيله تقلله تزوده الكرامة دي فهي من الثوابت. فلا ده جزء متأصل اللي هو الأمم المتحدة والعالم كله لما جاي يصيغها قال لك جزء متأصل في الإنسان، لا تستطيع أن تفصلها بين الإنسان، هي والإنسان حاجة واحدة. طبعا. طيب يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمتها ولا يجوز بحال الدراء أو أهلة أي مواطن. ادي النص، شوف بقى النص الالماني اللي هم واخدين منه. هو دي فعلا فيها عيب في الصياغه، عيب فظيع، عيب صياغه، عيب صياغه. بس شوف شوف النص هنا اللي هو هم راجعين للنص ده، والدكتور جمال قال ان انا راجع للنص الالماني. انت ما قريتش النص الالماني؟ طبعته مقرر لجنه انتظام الحكم. كرامه الانسان جمال جبريل تقصد؟ الدكتور جمال جبريل قال كرامه الانسان لها حرمتها وعلى جميع السلطات الدوله واجب احترامها وحمايتها. واحد. اثنين، لذلك يعترف الشعب الألماني بحقوق الإنسان الثابتة وغير القابلة للانتهاك باعتبارها أساس كل مجتمع إنساني وأساس السلام والعدل في العالم. ثلاثة، تكون الحقوق الأساسية التالية اللي جاية في الباب بقى لأن دي أول مادة. تكون الحقوق الأساسية التالية ملزمة للهيئة التشريعية وللسلطة التنفيذية وللهيئة القضائية باعتبارها قانون واجب التطبيق. ده إيه النص العبقري ده؟ شوف الفرق. واحنا ما خدناهوش قص ولا سقلي. ايه اللي يمنع بدل بس نشيل كلمه الشعب؟ لا نشيل كلمه الشعب الالماني. خلي بس يعني الشعب المصري احسن بعدين احطها شعب الماني. لا نفسنا اما ممكن نحطها شعب الالماني، هو ممكن يكون خافوا عشان كده وده اللي قاله. لا حقيقي والله لا هو حقيقه في بعض الصياغات انا فعلا بتعجب لها يعني، ودي امر يعني احنا يعني عرضنا هذا الامر في تعليق لحزب البناء والتنمية مقترح. يعني أنا لو كنت عارف أن هنتكلم في الموضوع، طبعا أستاذ أحمد البابي عم علي وقال لي ما عارفش أن أنا هتكلم في إيه. لا والله فكنت يعني جبت معايا فعلا الكلام بيجيب بعضه زي ما بنقول. كنت جبت معايا فعلا نص المقترحات بتاعت حزب البناء والتنمية، مقترحات تعديلية على نصوص كتير من ضمنها النص اللي اتكلم عليه الأستاذ حافظ. يعني هذا النص المكتوب بالألمانية الحقيقة برضو يختلف، يعني مع احترامي شديد الدكتور جمال جبريل، لكن يختلف جملة وتفصيلا وفي بعض التفصيلات عن النص اللي موجود اللي بيقول الدكتور جمال ان هو ده زي ده بالظبط واحنا واخدين. الحقيقه الموضوع مختلف تماما. ما انا عشان كده بقول لحضرتك هو تقريبا الصياغه كانت لم يوفق من صاغوا هذه الماده. نعم لجنه الصياغه عاملين مشاكل كتير طبعا. اصل الصياغه دي مثلا على فكره عيب الصياغه دي مثلا دكتور في كل الباب بتاع الحقوق، صياغات مطاطه غير محدده. بلاش ده عشان دي حاجه بتاعت الاليت وحقوق الانسان وبتاع. حق في الصحه مثلا أنا دي حاجه مهمه جدا طبعا. انا قدام يعني لو ما عنديش شعب صحته كويسه لا هعرف اعمل جيش ولا هعرف انتج ولا اعمل اي حاجه ولا تعليم ولا حاجه ولا طيب. اي حاجه صح. نص بيقول ايه؟ تعمل الدوله على توفير الرعايه الصحيه. ايه ده؟ ايه ده بس؟ طيب لو ما وفر لا في باستكمال بقى هو كلام اقرب الى مفيش الزام. لا 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 مفيش الزام بان يكون للشعب وهو لا والنص يمهد عبر ايه بقى؟ عبر التامين الصحي. ده موضوع تاني خالص. فرق ما بين الحق وفرق بين حضرتك تعمل لي مشروع تقول لي الاستاذ يدفع 50 جنيه وده هيدفع 100 جنيه في الشهر وده هيدفع 200 جنيه في الشهر، وعلى قد ما هتدفع تاخد خدمه.
ده موضوع تاني، ده اتجار في صحه الناس. يعني النص الدستوري الدوله تلتزم الدوله المصريه بتوفير كاملة. العلاج والرعايه الصحيه للمواطنين المصريين عبر مستشفيات ده مش بس على حد سواء على حد سواء ده مش بس توفير العلاج، ده احنا قايلين في النص بتاع التعديلي بتاعنا اللي بعتناه للتاسيسيه، بعتناه لهم امبارح في مؤتمر صحفي، يعني اتقال في مؤتمر صحفي وبعتناه امبارح، قايلين بالنص ان لابد ان الدوله تلتزم بتوفير العلاج بالمجاني. بالمجاني يعني لازم تنص عليها بالمجاني. الله اكبر. وان جميع المصريين في العلاج تحت مظله واحده، ما فيش فرق بين مسؤول وبين غفير، زي ما كنا بنقول على حد سواء، على حد سواء، الجميع سواسيه. بالضبط كده، بالضبط. الضمان الاجتماعي وهذا 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 وهذه المساواه غير منصوص عليها في هذا الدستور. لا مش منصوص، لا ما فيش في موضوع الصحه بعد كل اللي احنا عملناه ده وبعد الدم النص هو بالنص هو الصحه حق مكفول لكل مواطن صوت. وبعدين لا المفروض يكتب بعدها يا سلام. طيب لا وبعدين بقى مفروض بس مين اللي هيقوم بهذا الحق؟ لا هتيجي تقول له بقى ازاي يعني انا لا احنا على قد الدوله وظروفها صعبه، احنا هنعمل ايه وامكانياتنا صعبه هنعمل ايه؟ انما انا بقول له لا، تلتزم الدوله بتوفير العلاج المجاني لكل مواطن مقيم على كده. ده احنا مش عاوزين كلام زي اللي كان بيقوله حسني مبارك. ايوه الناس خطاب عيد العمال دايما يقول لك وانا اجيب لكم منين، يعني كان الجمله الشهيره المنحه يا ريس واجيب لكم منين. لا بالظبط. فيبقى دلوقتي وفقا ايوه وفقا اجيب لكم منين وفقا لامكانيات. على فكره انا عاوز اقول حاجه معلومه، يعني مصر في الستينات خدت تقييم عالي جدا في الامم المتحده بالصحة. لانها في الصحه اعلى تقييم في العالم. كوبا استاذ حافظ احنا لا كنا احسن من كوبا، كنا احسن من كوبا دلوقتي نمره واحد في العالم. مصر لما عملت المستشفيات المركزيه والوحدات الصحيه في كل محافظات مصر خدت المركز الاول في العمل ده في الستينيات. في الستينات وبعدين بعدنا نتدهور. اتدهورت المستشفيات بقت خرابات، بقت حتى اجهزه مش شغاله او ما لهاش امكانيات او انت لو بتشوف عند لسه شايف القصر العيني الناس ماشيين في الشارع شكلهم عامل ازاي يعني بيتسولوا. حاجه تخوف. الحق في العمل انت خلط ما بين حاجتين، تولي الوظيفه العامه والحق في العمل في ماده واحده، فيقول لك العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن. ده الدباجة الكويسة. يعني تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس. طيب فين تكفل الدولة العمل؟ المفروض مش تكفل الدولة شروطه العادلة، لا تكفل الدولة حق العمل لكل مواطن. الله ينور. وتوفير أجر عادل تمام بحد أدنى يتفق مثلا ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي سلم من السلع والأسعار وما يتناسب مع معدلات التضخم داخل هذه الدولة. عشان كده احنا داخلين في خناقة وسايبين المواد المهمة في حاجة تانية. طب بص واللي بعدها، يعمل الموظف العام في خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة واسطة. دي مادة ما تتصغش كده للمواطنين اللي حق في تولي الوظائف العامة في الدولة. ويتم تولي الوظائف العامة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص. نقطة خلصت. مع التأكيد على مفهوم. فأنا لما أجي أتعين في وظيفة الدولة مش محتاج بقى يطلع قرار كده من الرئيس أو رئيس مجلس إدارة أو يعيني، لا ده لازم تنافسية، لازم سيفيهات تتقدم، لازم تتعين لجنة للاختيار. دايما اتحط لنا النص اللي موجود عند الإنجليز بتاع البابليك سيرفنت، الموظف العام خادم عام. ايوه نعم. علشان ما يتغولش علينا فمثلا يعني صياغات الحقوق كلها. طيب ما دي خدها الدكتور مرسي معمولة بيقول أنا خادم الشعب. في وزراء ما بيحبوش الجمله ما عنهم ما حبوها واحنا ما بنحبهمش كمان. طيب انا هنا هرجع تاني للدكتور نصر. يا دكتور حضرتك شايف انه هذا الدستور بهذا الشكل من الصياغات وبهذا الشكل من التنصيص اذا صح التعبير مرضي؟ لا هو لغايه الان بدون شك هو الدستور غير مرضي في عدد من المواد، وانا بهيب باللجنه التاسيسيه النظر بعين الدقة وبعين الحرص لكل المقترحات والتعديلات التي أرسلت إليها من كافة الأحزاب، مش هقول بس من حزب البناء والتنمية، لا أنا شايف إن في أنا قرأت تعديلات كثيرة لكثير من الجمعيات وتعديلات في غاية الروعة والجمال. أتمنى أن ينظر إلى هذه التعديلات بعين الدقة وعين الإعادة، إعادة النظر في الصياغات اللي تمت ودمج هذه المقترحات
في الدستور، فلعلها تقيل عسرة الدستور. طيب هرجع لحضرتك تاني على موضوع لو التأسيس، لو الدستورية خرجت بحكم قد يبطل هذه التأسيسية أو قد يحلها من أولها إلى آخرها، يا ترى هيبقى الوضع إيه بعد هذا الاستفتاء؟ أحب أخد رأي حضرتك في ده، وإذا كان في عندنا طرح لوضع حل ما يبقى خير وبركة. أساسا حضرتك وأساسا الأستاذ حافظ، فإن احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في نقطة لقاء، وأتمنى أنه يكون كله لقاء في لقاء بدون أي اختلاف على الإطلاق. طيب نرجع مرة تانية لبرنامجنا نقطة لقاء. والله أنا أدعو دائما المواطنين، يعني كويس أنه الكاميرا دي بتصورنا كلنا وإحنا موجودين في الاستوديو، بتنقل لحظة بلحظة أونلاين، فدي حاجة لطيفة لأنها بتنقل الحقيقة الكثير من الكواليس بدون صوت، هي بتنقل الصورة بس، الصوت بيتنقل عن طريق المايكات، وبيبقى شيء لطيف جدا. يمكن ده يكون جزء من رسائل الطمأنة اللي الناس بتبقى متخيلة دايما انه رموز او حتى المنتمين لتيارات اسلام سياسي انما هم ناس شديدي التشدد وشديدي القسوة في معاملتهم اليومية، او دخلوا ياكلوا الناس اللي في الاستوديو او مثلا او حاجات زي كده، مع انه انا شايف رئيس حزب مهم جدا بيقول لي انا خفت لما انت ضحكت، يعني شوف قد كده. الله يكرمك. طيب أنا عايز أعرف من حضرتك، كنا بنقول قبل الفاصل بعد إذنك يا دكتور نصر، على أنه ماذا لو صدر الحكم البات من الدستورية وهي المحكمة العليا في هذه البلاد ببطلان أو بحل الجمعية التأسيسية، وسوف نكون قد أنفقنا ملايين الجنيهات اللي محتاجها هذا الشعب، زي ما كان بيكلم بقى أستاذ حافظ، في الصحة اللي مش منصوص عليها في الدستور، في الوظائف، في الوظائف، في التعليم، يعني وما إلى ذلك. نعم. هنعمل إيه؟ هو طبعا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حدث هذا الأمر ويعني وكنا لا نتمنى، يعني لا نتمنى أن يحدث الصدام الثاني بين الدستورية وبين الشعب، لأن الصدام الأول أنا بعتبر المحكمة الدستورية اصطدمت بالشعب وصدمت الشعب بقرارها بخصوص مجلس الشعب، يعني ده مسألة يعني تكاد تكون منتهية، إن هي قضت بعدم دستورية الفردي، ولسه كنت بتكلم أنا والأستاذ حافظ في مسألة القانون الانتخابي، ولكن إيه علاقة هذا الأمر بالقوائم؟ فالقوائم وصدمت أكثر من 30 مليون ناخب بيمثلوا بقية الأمة. يعني أنا يعني لما أكون أنا وابني ناخبين في مجلس الشعب، فأنا بمثل وجهة نظر أولادي اللي ما وصلوش لسن الانتخاب، ويبقى إذن يمكن الثلاثين دول ممكن يمثلوا على الأقل 65-70 مليون نسمة، ده على أقل تقدير يعني. فطبعا يعني المحكمة الدستورية يعني ضربت عرض الحائط برغبة الشعب ورأي الشعب وتوجه الشعب. فطبعا لو حدث هذا الأمر، التأسيسية شرعية وتمت بطريق انتخابي واضح وصريح وشرعي، لو حدث هذا الأمر يبقى الأمر يرجع لرئيس الجمهورية يستخدم سلطاته في تشكيل هذه اللجنة، ممكن يشكل لجنة بنفس الشيء، ولكن لن يسقط الدستور الذي شكلته هذه اللجنة التي شكلت بشكل ديمقراطي وشكل تشريعي. هو برضو أنا سمعت كنت رأي قانوني من الأستاذ رجاء عطية في أحد البرامج التلفزيونية، قال الآتي، قال إذا خرج حكم المحكمة الدستورية العليا فهو حكم بات وقاطع، ويجب الاستفتاء حتى ولو كان استفتاء جماهيريا على أوسع نطاق. ليه؟ لأنه ده رأي قانوني دستوري نهائي، وبالتالي هو ده كان بقى التخوف أستاذ حافظ، ان انا في هذه الحالة سوف يضطر الرئيس الى تشكيل التأسيسية من اول وجديد. احنا بنتمنى انه التأسيسية الجديدة تعمل على المسودات اللي خرجت من التأسيسية القديمة، يعني لا يتم القائها عرض البحر الحقيقة، ونشتغل عليها، يعني نأخذ من نريد ونترك الاخر. ولكن في النهاية خلص انا خسرت فلوس. الحلول في الامور اللي زي كده ازاي؟ يعني اعتقد ان احنا بلد متفرد في مثل هذا النوع من المشاكل. أنا عايز يعني في الحقيقة أرجع اللوم على حل التأسيسية مش على المحكمة الدستورية، حل البرلمان الأول على السياسيين، على الأحزاب، على الحرية والعدالة والوفد اللي وافقوا على، اللي ضغطوا على المجلس العسكري إنه يغير القانون عشان يعمل التلت فردي والتلتين، لأن كل الخبراء والقانونيين والأي حد بيعرف قانون قال لهم ده فيه عدم دستورية. بل أحد قادة القوات المسلحة اللي هو المستشار القانوني اللي هو شاهين
قال علنا في التلفزيون وقدام كل الناس هذا قانون غير دستوري وهيتحكم بعدم دستوريته. وفكرة دولة سيادة القانون أي مع الفكرة دي إن أحكام القضاء قطعية. فتقول لي بقى صرفنا فلوس تقول لي كذا ده موضوع تاني. إنما فبالتالي المحكمة الجامعات التأسيسية فيها عيب في التمثيل لازم نتأكد في هذا الأمر. في عيب في التمثيل بأنه في صناعة الدساتير يا دكتور بتاخد التمثيل على قدم مساواة. ما بناخد من كل قبيلة واحد مش بنقول مين أغلبية ومين مش أغلبية. وده معمول بيه في كتير من الدول. يعني ما تيجي تعمل دستور لازم الدستور لو عندك أقلية 10% لازم تكون موافقة على الدستور ده. لو 5% لازم تكون موافقة على الدستور ده. هو في دستور 23 سعد زغلول رحمه الله وصف اللجنة اللي كتبت الدستور بلجنة الأشقياء لأنه تم رفض أن يزيد تمثيل حزب الوفد الحاكم عن 3 كراسي. ده صحيح ده صحيح. فقال دي لجنة الأشقياء وزعل. وخد بالك الفرق إن دي كمان دي دستور 23 اسمه دستور المنحة اللي هو ان الملك هو اللي يشكل بإرادة ملكية يشكل الجمعية التأسيسية وبإرادة ملكية يطلع الدستور للناس. ومع ذلك دي بقى منتخبة فمن جهة منتخبة فالجهة المنتخبة في حاجتين. واحد ما يصحش انها توزع على نفسها المقاعد. ما ينفعش يقولوا والله من عندنا 30 ومن النور 17 34 و17 من النور والتوتال يبقى 50% و50%. ما ينفعش. انت هنا اهدرت التمثيل النوعي. ففي كل الاحوال في قدامنا اتجاهين. اما انه نتوافق على دستور مرضي لكل الناس ونروح على الاستفتاء قبل صدور حكم محكمة دستورية. وحتى لو لينا دعوة انا ليا دعوة اللي لينا دعوة نروح نسحب الدعوة بتاعتنا ونتنازل عنها ونتفق على دستور موحد لمصر كلها في صياغات تقرب المسافات بيننا وفي توافق عليه. اما انه لا هيتحكم بعد الدستور. انا بقول لحضرتك وحتى وانا دي بقى ده اجتهاد من عندي بقى كمان الاستفتاء لا يحصن او لا يجب حكم محكمة دستورية. ليه؟ لو بصينا في الدستور ده هنلاقي رئيس الجمهورية له حق عرض اي مسألة على الشعب الاستفتاء. لو اخدت القاعدة دي وجي برلمان مخالف لرئيس الجمهورية وطلع قانون مش عاجب رئيس الجمهورية يروح عرضه على الاستفتاء. يبقى انت هنا تخلي الاستفتاء يجب قانون طالع من برلمان والاستفتاء يجب المحكمة الدستورية. صحيح كده يبقى انا وقعت في مشكلة. لا هتخلق مشكلة في المجتمعات ومش موجودة في اي دولة في العالم. فانت قدام لا مفيش حد تصور انه هيدير هذه البلد لوحده. احنا بنقول ده مستحيل. مستحيل. طيب يبقى ده معناه انك انت المعضلة اللي احنا فيها انه القانون 79 لسنة 2012 غير دستوري. هذا القانون صدر بعد حل البرلمان. عشان كده لو قابلت حد من اعضاء البرلمان من الحرية والعدالة قلت له البرلمان المنحل يقول لك لا مش منحل. ليه؟ هو معتقد ان البرلمان لسه قائم لانه القانون 79 لسنة 2012 اللي هو قانون الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية صدر بعد الصدور بعد حل البرلمان بعد حكم الدستورية الاول وعمل فترة صغيرة الرئيس طلع قرار بعودة البرلمان وبعدين راح مطلع نشر الحكم في الجريدة الرسمية شرعية لهذا القانون 79. كل ده اجراءات في محكمة الدستورية هتحكم بطلان لانه باطل ولا يجوز ان تدير مجتمع بهذا الشكل. الدوله احد معايير احترام سياده القانون ان زي انا بقول ايه انا رغم كل الكلام اللي بيتقال على انتخابات الرئيس ورغم اننا انتخابات الرئاسه انا بقول لا انا عندي انتخابات رئاسه قبلنا بالنتيجه والقانون بيقول انها لا طعن على هذه النتائج. نخلص من القصه دي بقى بمعنى ان ده رئيس الجمهوريه له مشروعيه وله شرعيه نتعامل مع لانه رئيس نتعامل مع الموقف بقى. مع الموقف لانه كل الطعون اللي تقدم للنائب ده اهتزاز المؤسسات في الدوله مش مطلوب. فلازم اعمل حاجتين اقبل احكام القانون واقبل احكام المحاكم. انما اللخبطه اللي حاصله هتقول ان القانون مش هنحترمه واحكام المحكمه الدستوريه مش عجبانه وكذا. طيب هيقول لك برضه نتيجه الانتخابات مش عجبانه واللجنه مش عجبانه وهنخش في دايلما هتخلي مفيش استقرار في مصر. طيب دكتور ناصر انا عارف ان وقت حضرتك ضيق وانك لازم تغادر الارتباط مهم.
هل أنت راضي عن بعض الممارسات اللي بتحصل في الشارع من بعض الأفراد، مش هقدر أقول قوة، بعض الأفراد المحسوبين على تيارات إسلام سياسي أو محسوبين على فكر إسلامي، يمكن مش هو ده اللي بيسبب حالة من حالات التخوف من مقترحات التيارات الإسلامية داخل التأسيسية أو عند دخولهم مثلا في تشكيل حكومي أو عند دخولهم في تشكيل تنفيذي زي المحافظات وما إلى ذلك؟ وإذا كنت متفق معايا في الكلام ده أو متفق مع هذه التخوفات، شايف ايه هي اشكال الطمأنة اللي ممكن تبعثوها الى المجتمع بشكل عام؟ وطبعا انا متفق مع حضرتك في هذه التخوفات، ومتفق مع حضرتك وان في بعض الممارسات لبعض المنتسبين للتيار الاسلامي تماما، يعني حتى نكون منصفين، زي المنتسبين لتيارات اخرى. صحيح. يعني عشان نكون منصفين، اذا كان ممارسات سيئه من ممارسات اليسار وممارسات سيئه لمنتمين للتيارات القوميه والليبراليه وما الى ذلك. صحيح. ولذلك احنا مش هندفن رؤوسنا في الرمال زي النعامه. احنا الاصل ان ليس هناك امر مستعصي على الحل. هؤلاء بيحجموا ويوضعوا في مكانهم او في حجمهم الطبيعي، وبتتعرض أفكارهم للمناقشة والحوار، وإحنا جربنا في حزب البناء والتنمية الحوار مع أمثال عدد كبير من التيارات، يعني وفتحنا الحزب لكل التيارات والتقينا بكل التيارات داخل الحزب. مسألة إني أبدأ أحاسب هؤلاء أو أبدأ أوجه فكر هؤلاء، أنا من أنصار، أو نحن جميعا في حزب البناء والتنمية أو في الجماعة الإسلامية من أنصار أن لا يغير الفكر إلا فكر. بس في أمور تخطت الأفكار، يعني ما حدث، مش هقول في المنيا، هعتبر أنه ده يعني تطرف فكري فممكن هنا يحصل حوار، لكن ما حدث سابقا في السويس وما كان سوف يحدث لاحقا في السويس تاني بقطع لسان الشاب، يعني واحد اتقتل وفي التاني كان هيتقطع لسانه الأسبوع اللي فات، وما يحدث حاليا في سيناء وما إلى ذلك. نعم. هل الحل هنا أصبح حوار ومراجعات وما إلى ذلك، ولا إن المسألة تخطت الحوار والمراجعة؟ لا لا، لا يستغنى أبدا عن الحوار والمراجعات حتى مع لماذا؟ حتى مع هذا الفصيل. دائما كما هو معلوم إن لا يحدث خلل في السلوك إلا إذا كان في خلل في التصور. يعني دائما خلل التصور يتبع خلل في السلوك مباشرة. يبقى حتى أصلح هذا السلوك يبقى لابد أن تكون هناك منظومة متكاملة. هذه المنظومة المتكاملة لتعديل التصورات ولتعديل السلوك. بس أنا عايز هنا أطبق شرع الله، من قتل يقتل والعين بالعين. تمام. لذا أنا لسه بقول إيه، بقول إن منظومة كاملة، منظومة ناس للحوار وناس للمحاكمة، تطبيق القانون، ناس تطبق القانون، ولكن في خلال تطبيق القانون حتى وإن كان مع المجرمين، مش هقول مع المتطرفين، من أي تيار من التيارات سواء إسلامية أيا كان، لابد أن يكون تطبيق القانون بشيء من احترام حقوق الإنسان. يعني لازم يطبق القانون مع احترام حقوق الإنسان واحترام آدمية هذا ولو كان مجرما. يبقى لازم تكون المنظومة متكاملة. ما ينفعش إن مجرم أبدأ أكلمه فقط، لا، أنا لازم أكلمه، ولازم يبقى فيه ردع بالظن، لازم يبقى فيه قانون يردع ويعلم أن هناك قانون يردع، وفي نفس الوقت أنا بتحاور معاه من موقع قوة، مش بتحاور معاه من موقع ضعف. أنا بتحاور معاه علشان أصلح شأنه اللي مرتبط إصلاح شأنه بإصلاح المجتمع، مش بتحاور معاه عشان أنا خايف منه، لا، أنا مش خايف منه، أنا معايا قانون يردعه ومعايا قانون يستطيع أنه يلجمه، زي ما قال سيدنا عثمان بن عفان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في بعض الحالات لابد من الردع القانوني أكثر من الردع الكلامي، أكثر ما أقول له قال الله وقال الرسول. دكتور نصر، أنا علشان وقت حضرتك مضطر أتنازل عن 13 دقيقة اللي فضل لي، جزاك الله خير، هتعوضهم لنا مرة تانية بإذن الله. أنا أضيف عليه بس كمان في الموضوع ده، اللي هي فكرة يعني انك تحاصر الافكار المتطرفة، بس في جزء مهم انتج في السجون من قيادات الجماعة الاسلامية بالتحديد، اللي يمكن حزب البناء والتنمية اكبر التعبير عنه، فيها اجتهادات مهمة
فقهية ودينية ومهمة جدا انها تنشر على طبق واسع. ده حقيقي يعني اراء الشيخ نجح ابراهيم اراء الدكتور نجح ابراهيم واراء الشيخ فضل وما الى يعني ذلك، يعني عنده اراء مهمة جدا 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 يعني مهم انها تقدم في ده. وانا يعني اعتقد يعني الشيخ فضل والدكتور نجح ابراهيم فانه كلاهما له الكثير من الاراء الخاصة بهذه المراجعات الفقهية، مهم انها تنشر على نطاق واسع جدا. يمكن بعضها تم نشره عن طريق الجرايد، كان عن جريدة المصري اليوم تحديدا في فترة من الفترات، بس ما كانش ده الكافي يعني. لم تاخذ حقها في النشر. صحيح. انا مرة تانية بشكر دكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية على وجوده معانا، وكده يبقى لي في ذمتك 12 دقيقة نعوضهم في حلقة تانية، لكن لازلنا مستمرين حتى نهاية حلقتنا مع أستاذ حافظ أبو سعدة. خليكم معانا لو سمحتوا بعد الفاصل. يعني هو احنا الحقيقة برضو بنختم، لكن احنا هنختم المرة دي ممكن نقول ايه خلاصة القول او خلاصة التعليق من أستاذ حافظ أبو سعد. الدستور في الحقيقة محتاج انه يراجع مش بس على المسائل المختلفة عليها ايديولوجيا، لانه في اختلاف ايديولوجي كبير على قضية الشريعة الإسلامية، المادة الثانية، المادة 68 الخاصة بالمرأة، او المادة 221. لا، انا اعتقد دي اخف اختلاف موجود في الـ لانه موضوعيا لو تناقشنا موضوعيا هنوصل لحل ان المادة التانية كافية تماما وهي تجب المواد الاخرى. انما اللي مطلوب في الدستور اكتر والاخطر واللي ما اتكلمناش عليه النهاردة صلاحيات رئيس الجمهورية. عندك صلاحيات تقريبا اعادة صلاحيات حسني مبارك. انا اخشى من هذه. انا سمعت من دكتور جابر جاد نصار قال انه يا ريت كده، ده في بعض الصلاحيات اللي تم اعطائها للرئيس اكثر مما كان موجودا مما سبق، ده من ناحية، ومن ناحية تانية مش كلها موجودة في باب صلاحيات رئيس جمهورية ولكنها موزعة في ابواب اخرى، في ابواب اخرى. وبالتالي دي نقطة. والبعض بقى قال نظريات زي التوقيع المجاور ولا الرئيس ما عندوش غير ثلاث صلاحيات بس والباقي موجود لرئيس الوزراء، مش صحيح. رئيس الوزراء هنا في هذا الدستور هو الكو اسيستنت، المساعد بتاع الرئيس. وبالتالي زي بالظبط كده ما يوسف ولي قال احنا سكرتاريا للرئيس، احنا الوقت رجعنا للوضع ده تاني، مش عايزين ده. انا عايز انه رئيس الجمهورية لو عنده صلاحيات يتحاسب بيها قدام البرلمان، واحنا مش عايزين ان احنا خارجين من نظام حسني مبارك. النقطه الثانيه مجلس الشيوخ، انا مش فاهم احنا الشعب المصري قال رايه في مجلس الشيوخ في الانتخابات، محدش راح، ومع ذلك احنا مصرين ان احنا نخليه ونديله صلاحيات تشريعيه. هذه نقطه مهمه وجوهريه. احنا عايزين برلمان، احنا دوله مركزيه وموحده. مجلس الشيوخ ده ينفع في الدول الايه الفيدرالية. انا دوله مركزيه موحده عايز برلمان يمثل كل الناس ويبقى هو عنده سلطتين، التشريع والرقابه، و مجلس الشيوخ في الحقيقة مش محتاجينه على الإطلاق. النقطة الأخيرة، الجهات الرقابية مطلوب إنها تكون مستقلة أكتر من كده. أنا ما يبقاش رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية وهو اللي بيحط سياسة العمل للدولة وأخليه هو اللي يعين رؤساء الأجهزة الرقابية، وبالتالي يبقى ما عنديش زي بالظبط كده لما الجهاز مركزي المحاسبات كانت تقارير بتزعج الحكومة راحوا ناقلينه من تبعية البرلمان لتبعية رئيس الجمهورية، سكت، جات له سكتة قلبية، ما نطقش تاني بعدها. فلا، انا مش عايز الاجهزه دي تبقى مش يعني عايزها مستقله، عندها استقلال، تراقب كل الاجهزه بما فيها التنفيذيه والحكوميه بما فيها رئاسه الجمهوريه. فلازم تبقى النقطه الاخيره محكمه دستوريه. ارجو ان يتم التاكيد ان هذه محكمه لها تقدير في العالم كله. احنا دي ثالث محكمه في العالم، من اقوى ثلاث محاكم في العالم، تقييمها كده فعلا، تقييمها الثالث. ليه بقى بنقعد بقى عشان حكم ما عجبناش ولا معاك؟ وعلى فكره الحكم ده صدر مرتين في عهد حسني مبارك على البرلمان، كم على البرلمان في حل البرلمان ده صدر مرتين في عهد حسني مبارك، كم عوض المر، ووصل انه كتاب الحكومه كانوا بيهددوا المحكمه. نفس القصه، اللي عايز يعمل قانون يخلي النقابه سابقه، واللي عايز يخلي المحكمه ما لهاش احكامها لا تنفذ الا بقرارها. يعني المحكمه الدستوريه دي مفهوم ونظريه دوله سياده القانون، اللي هو انه في الاخر نحتكم. حتى البرلمان اللي له صاحب التشريع ما يقدرش يخرج بره سيادة القانون، الدستور والقانون، ونستطيع أن نراجعه، ورئيس الجمهورية كذلك. إحنا عايزين دستور يعبر عن شعب مصر، يعبر عن الثورة المصرية. الثورة المصرية أهدافها واضحة، لازم تنعكس في حرية، حرية، كرامة إنسانية، حرية، دول مبدئين أساسيين. عيش ده اللي هو العدالة الاجتماعية،
يعني جوهر الثورة، جوهر هذه الثورة صحيح. طيب فين بقى؟ مش موجود في البرلمان، مش موجود في الدستور، الصحة والشغل، ولا الصحة ولا الشغل ولا العمل ولا الضمان الاجتماعي، ما اتكلمش على الضمان الاجتماعي كمان. احنا لازم يبقى لنا في يعني نقدر نقول جلسة او لقاء اخر في برنامج نقطة لقاء علشان نتكلم على موضوع هذه الصلاحيات وايضا ما يضمنه هذا الدستور لاجل هذا المواطن بما يتعلق او بالاصح في الامور المتعلقة بحياته اليومية، حياته وصحته وتعليمه ولقمة عيشه، والتي يبدو حتى هذه اللحظة أنه لا توجد أي شكل من أشكال الضمانات الحقيقية للمواطن أنه يبقى بني آدم عايش في مصر. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ حافظ أبو سعد على وجود حضرتك معنا ووقتك السمين اللي اديتهولنا النهاردة، كل شكر ليك. بنشكر أستاذ حافظ أبو سعد رئيس منظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبنجدد الشكر مرة ثانية للدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. بنشكر حضراتكم السادة المستمعين، ده جزء من مناقشتنا حول الدستور المصري. انتظرونا في حلقات تانية، ممكن نكون بنتناقش في مواضيع تانية لكن أكيد هنلف وهنرجع للدستور مرة كمان. خليكم دايما معانا على نجوم اف ام، واللي بيحبوا يسمعوا اغاني قديمة من بتاعة زمان يقدروا يسمعوا احمد شعلان في برنامجه نهواند الساعة 12 بالليل.